9 وزراء جدد و5 محافظين يؤدون اليمين الدستورية صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. سلطان للإسكندرية، نادية عبدو للبحيرة، الزملوط للوادي الجديد، عشماوي للقليوبية، والشعراوي للدقهلية. السيسي يطالب الوزراء والمحافظين الجدد بتحسين الخدمات والاهتمام بمحدود الدخل والاستمرار في محاربة الفساد. الحكومة تطلب جلسة عاجلة لنظر طعنها على قبول استشكال اللاعب محمد أبو تريكة. وزارة المالية تقرر رسميا تخفيض سعر الدولار الجمركي ل16 جنيها بداية من اليوم، واستمرار موجة الطقس السيء وتوقعات بسقوط أمطار، وتتحسن الحالة الجوية بداية من السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل والورد والياسمين. أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم، اليوم الخميس الموافق 16/2/16 فبراير 2017. وسبحان الله، يعني كأنها معادلة أرقام. النهاردة 16 ورقم 16 ده رقم لطيف، بس هنتكلم عنه بعدين. بس 16 النهاردة الدولار الجمركي، و16 النهاردة الدولار في البنك، والنهارده 16 فبراير، حاجة لطيفة قوي قوي قوي. وواضح الحقيقة إن الحكومة ظابطة القصة على إنه يوم 16 أو عدد 16 يبقى هو العدد أو الرقم الرئيسي للبنك، وكمان في بعض البنوك كسر حاجز 16، أعتقد كان في البنك الأهلي 15 95، البنك الأهلي الخليجي 15 95، فهانت جدا. بس الأهم من 16 بتاع البنك هو 16 بتاع الدولار الجمركي ده، وكمان شوية نتكلم مع حضراتكم تأثيراته ده على العرض والطلب في الدولار، وتأثيراته كمان على انخفاض الأسعار بإذن الله، لأن المستوردين اللي هيبتدوا يستوردوا من النهاردة هيستوردوا بهذا الرقم، فما لهمش حجة في إن هم يثبتوا الأسعار العالية. طيب خلونا نبدأ بالحدث اللي شاغل الرأي العام، وهو التعديل الوزاري الجديد، واللي اتلزق معاه تغيير محافظين محدود كمان، أو تعديل في المحافظين محدود. يمكن ما كناش بنتكلم خالص عن تغيير في المحافظين دلوقتي، كان في كلام من شهر انه ربما يبقى في تعديل في المحافظين او تعديل في كل المحافظين، لكن الدنيا كلها سكتت وكان الكلام كله متركز على التعديل الوزاري، ولحد امبارح كان الكلام كله عن التعديل الوزاري وامتى الوزراء الجدد هيحلفوا اليمين. النهارده 9 وزراء الجدد حلفوا اليمين، واولهم قدامكم الدكتوره سحر نصر اللي كانت وزيره التعاون الدولي، و أضيفت إليها مهمة كمان حقيبة الاستثمار، فبقت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار. ويتولى طبعا بقية الناس، بقى قدامكم الدكتور علي مصلحي أهو اللي تولى حقيبة التموين. وفاكرين حضراتكم إن الدكتور علي مصلحي كان نائب، أعتقد النهارده المفروض يقدم استقالته، هو قدم استقالته مش كده؟ أعتقد إنه قدم استقالته من مجلس النواب، لأنه الدستور يمنع المزج أو الجمع ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ف استقال من اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، ثم استقال من عضوية مجلس النواب وحلف اليمين اليوم كوزير للتموين. وكان يعمل في الماضي أعتقد سنة 2007 و2008 كان وزير للتضامن الاجتماعي في واحدة من حكومات مبارك. طيب خلوني أرحب بضيف جديد على الحكومة المصرية ووفد جديد، المستشار عمر مروان، وزير الشؤون البرلمانية أو وزير شؤون مجلس النواب. مساء الخير يا استاذ مستشار. مساء الخير يا استاذ تامر. ازاي حضرتك يا عمر بيه؟ اهلا بيك يا فندم. اولا مبروك، وثقه مهمه من القياده السياسيه ومن الشارع المصري كمان في حضرتك، وان شاء الله تبلي بلاء حسنا في هذه الوزاره المهمه. الله يبارك فيك وربنا يقدرنا ونكون عند حسن الظن ان شاء الله. ان شاء الله. اولا خليني اسالك سؤال تنظيمي مهم، لانه انا المعلومات عندي ان حضرتك وزير شؤون مجلس النواب فقط، مش كمان الشؤون القانونية، هل ده صحيح؟ ده المسمى الجديد للوزارة. فالشؤون القانونية لم تعد مهمة حضرتك، واعتقد انها دلوقتي بقت من اختصاص وزارة العدل في الحكومة. ان شاء الله. طب هل حضرتك الاجراء ده له دلالة او له فلسفة معينة؟
ده هقول لحضرتك، هو لتوحيد جهة التشريع. انت عارف حضرتك كان في لجنة الإصلاح التشريعي تبع وزارة الشؤون البرلمانية والشؤون القانونية، فكان مرة تبقى التشريعات في الوزارة الشؤون القانونية ومرة في وزارة العدل. تمام. فبيحصل نوع من الازدواجية. كويس. فكده تم توحيد جهة هي اللي تتولى الإعداد المشروعات القانونية. هل ده ما يفقدش حضرتك القدرة على التنسيق والاتصال، انه كانت الملف ده في ايدك كمان او في ايد يعني من يشغل هذا المنصب، فكان بيبقى نوع من انواع التنسيق والجسر ما بينك وما بين الحكومة والمجلس؟ لا، ما هي اوريدي اي شيء هيروح لمجلس النواب هيبقى احنا بنتابع وزارة مجلس النواب. تمام. يعني عادت القصة الى شكلها القديم وقت مثلا الله يرحمه الدكتور كمال الشاذلي لما كان وزير الشؤون البرلمانية فقط. بالظبط كده. تمام. وحضرتك شايف ان ده افضل لتوحيد منصات التشريع يعني. بالظبط يا فندم. ممتاز. عشان ما حصلش ازدواجيه. ممتاز. انا معلوماتي كمان ان حضرتك توجهت بالشكر للمستشار العجاتي. هل في امكانيه للقائه او لعمليه تسليم وتسلم، تبادل الاراء، نشوف وقفنا فين وهنكمل فين؟ دي بديهيات. كان اول شيء لازم اعمله ان انا اوجه الشكر لمعالي الوزير السابق المستشار مجدي العجاتي، وكلمته تليفونيا، والراجل مشكورا قال ان انا هاجي لك ابارك لك ونتكلم في شؤون الوزاره. ممتاز. ممتاز. لانه الحقيقه انا طول الوقت يا استاذ المستشار بطالب بفكره التسليم والتسلم الحضاري ده، علشان ما يبقاش في عندنا نوع من انواع، عارف حضرتك ما يطلق عليه فكره خل الحكومه، وان اللي بيطلع بره بيبقى خلاص مهمش او خارج الاضواء. لا، في كل الاحوال تسليم رايه. لا طبعا، المستشار العجاتي انسان راقي وقاضي جليل وعارف الاصول تماما. تمام. اول حاجه هطلب من حضرتك كوزير للشؤون البرلمانيه، وانا كلمت بالكلام ده امبارح مع بعض الوزراء في الحكومه، عن فكره تشريع للحفاظ على السمعه والكرامه في من يخوض في الاعراض والذمم الماليه يا سياده المستشار. وانا اتمنى الحقيقه ان حضرتك تبقى بتساهم مع اعضاء مجلس النواب الموقرين ومع اعضاء اللجنه التشريعيه والدستوريه في المجلس على سن هذا القانون. انا كنت كلامي طبعا منطلق على الكلام اللي صدر عن وزير الزراعه، بس عممت القصه وقلت احنا في دوله دلوقتي يجب ان يحكمها القانون، فما ينفعش الناس تطلق الاتهامات جزافا في الاعراض وفي الذمم الماليه والشرف للناس ولا تحاسب ويمر هذا بدون عقاب. ده ان شاء الله. هو اوريدي في دلوقتي قوانين بتعاقب على السب والقذف، لكن ان شاء الله يبقى في نظره تانية في هذا الامر حتى تستقيم الامور اكثر من كده. يعني الهدف يا استاذ مستشار، احنا مش عايزين نقيد حق البلاغات او حق التقاضي او حق رفع الاتهامات سواء لاجهزه الرقابه او للنيابه او لكذا وكذا وكذا، بس ارفع قضايا واعمل بلاغات زي ما انت عاوز، لكن ما تطلعش في الاعلام وتقول ده فاسد وده حرامي دون سند او حكم قضائي، والا تقع تحت دائره القانون. ده كلام سليم. طيب، انا اتمنى ان حضراتكم يعني تفعلوا هذه القصه. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، ومره ثانيه بجدد تحياتي وتهنئتي وامنياتي لك بالتوفيق والسداد في هذه المهمه الثقيله. طيب، نروح بسرعة لوافدة أخرى ووجه جديد في الحكومة، وأنا سعيد إنها هالة السعيد بنت السعيد، وهي وزيرة بنت وزير. أنا قلت لحضراتكم إن أنا أساسا مفضل فكرة التهي المربوطة والسيدات إنهم يدخلوا الحكومة، لأن التجربة السابقة في الوزيرة النسائية أثبتت نجاحها. شوفوا سحر نصر، وشوفوا غدا والي، وشوفوا نبيلة مكرم. البقية تأتي. انضمت إليهم الدكتورة هالة السعيد كوزيرة للتخطيط. مساء الخير يا معالي الوزيرة. أهلا. مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك، ومليون مبروك، وإن شاء الله تبقى يعني ثقة في محلها، وننتظر الخير كله. يا رب إن شاء الله. متشكرة أوي يا فندم. أنا بشكر حضرتك دكتورة. الحقيقة الحقيبة اللي حضرتك كلفتي بيها أنا مشفق عليكي منها شوية، لأنه أنا مؤمن، على الأقل أنا ده تصوري الشخصي، أنا مؤمن أنه الدولة كلها لابد أن تقوم على التخطيط، وأن احنا أهملنا قيمة وفلسفة التخطيط لسنوات طويلة، وللأسف نتائجها دلوقتي. فأفكارك إيه في مسألة أنه المجرد مش مجرد وزارة، ده حضرتك الوزارة الأم التي يجب أن تصب السياسات كلها عندك؟ مظبوط مظبوط. هو طبعا احنا بدأنا اليوم النهاردة يعني بقعدة مطولة مع الوزير
أشرف العربي، يعني وطبعا يعني بوجه له شكر كبير جدا على الجهود العظيمة اللي قام بيها السنوات الماضية. ورجعنا مع بعض يعني لمدة ساعتين تقريبا، يعني أطلعني على جميع الملفات الخاصة بالوزارة وإيه الأمور. الخط قطع او في مشكله في الاتصال؟ طيب المدى لا صوت رجع. كان مهم جدا. ايوه وطبعا مهم قوي دور الوزاره، يعني وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري. فاحنا عندنا ثلاث ملفات هامه: موضوع وضع الخطه زي ما حضرتك اتفضلت، موضوع متابعه البرامج ومتابعه الخطط وتنفيذها، وطبعا الاصلاح الاداري، لان ما فيش اصلاح اقتصادي هيتم الا باصلاح اداري او بجهاز اداري قوي وراه يسنده يعني. صحيح. فطبعا راجعنا كل هذه الملفات، ويعني ان شاء الله ربنا يقدرنا ونستكمل الجهود نبني عليها، وان يعني طبعا زي ما سيادة الرئيس الصبح اتكلم يعني، وده يعني اكيد من الاولويات بتاعتنا، انه دايما مراحل الاصلاح الاقتصادي بتبقى لها تكلفه، والتكلفه دي دايما بتقع على الفئات المتوسطه والمحدوده الدخل. فطبعا بيبقى عنا بشكل سرعه على وضع برامج قصيره الاجل لتخفيف اثر برنامج الاصلاح الاقتصادي، و يعني رفع مستوى الخدمات الحكوميه اللي تقدم للمواطنين عشان يشعروا يعني بقدر من يعني الاحساس بوضع افضل يعني. وانا سعيد ان حضرتك ركزتي على ملف مهم، وهو موضوع الاصلاح الاداري اللي موجود في تكليفات الحقيبه الوزاريه اللي حضرتك مسؤوله عنها. بس الحقيقه دي مهمه مش بقى ثقيلة، أنا في رأيي أو في رأي ناس كتير لأنها اقتربت من المهمة المستحيلة، لأنه وصل الجهاز الإداري عندنا لمرحلة الناس بتقولك لا أمل من الإصلاح، لا أمل من الترقيع، لا أمل من سد الثغرات، يعني محتاجين ثورة كاملة في الجهاز الإداري للدولة المصرية. بص، هو زي ما حضرتك قلت طبعا هو في محتاجين ثوره، والثوره دي بتتم يعني في يعني قرارات بتتم يعني سريعه او متوسطه الاجل، وحاجات بتتم طويله الاجل لازم نبني عليها، لان هو من خلال طبعا تعليم وتدريب جيد، فالامور كلها بتبقى متشبكه مع بعض. ولكن ايضا يعني الجهاز الاداري، يعني زي ما بقول ما فيش حاجه مستحيله، في مهام صعبه وثقيله وشقه، ولكن مفيش حاجه مستحيله طول ما في اراده وطول ما في قدره وطول ما ربنا يعني مدينا القدره على العمل والعطاء، وطول ما في فريق. الحقيقه انا يعني سعدت جدا بفريق العمل في وزاره التخطيط، وانا حاليا في وزاره التنميه الاداريه، يعني الناس مشرفه جدا ويعني عندهم طاقه امل وعطاء كبيره، فان شاء الله يعني ما يبقاش فيه مستحيل باذن الله. طيب سؤالي الاخير ليك عشان ما اثقلش عليك يا دكتوره هاله. لا اشكرك. انا معلوماتي ان حضرتك كنت احد المشاركين في وضع رؤيه مصر 2030، مظبوط؟ مظبوط يا فندم، مظبوط. وانا الحقيقه واحد من البؤساء، لانه هذه الرؤيه عندما وضعت لم تلقى الاهتمام الكافي لا من الاعلام ولا من الراي العام ولا حتى من الدوله، يعني الدوله ما عملتش تسويق جيد لهذه الرؤيه، لدرجه ان انا يعني اعتقدت انها اندثرت وخلاص بقت طي الحبس في الادراج. هل يمكن ان احنا نعطي قبله الحياه للرؤيه دي تاني؟ لا، ده هو ده بالظبط، وكان ده لسه دكتور اشرف بيتكلم معايا فيه من يعني هو مشي تقريبا من ساعه تقريبا او ساعه وشويه. ان احنا هنعيد تاني، يعني هي الرؤيه دي حاجه، الرؤيه والاستراتيجيه ما هياش جامده، دي حاجه ديناميكيه وبتتغير بناء على التغيرات. صحيح. المحليه وبناء كمان على التغيرات الدوليه، التغيرات الدوليه بقت متسارعه جدا، فلابد من دايما ان احنا باستمرار كل يعني الحاجات دي بتتغير دلوقتي كل ست اشهر. صح. لانها بتبقى دايناميك، ما فيش حاجه بقت ستاتيك وتستمر. صح. فلابد ان احنا نرجع تاني بنبص عليها، وده كان فعلا معد لها من قبل الوزير اشرف العربي، ان هي يتم تاني طرحها ويتم تاني تطويرها، وان شاء الله احنا هنشتغل على ده، برضو من الملفات المهمه اللي هنشتغل عليها ان شاء الله، وهتطرح في خلال شهرين، بحيث الناس تبقى، لانه الحاجات دي الحقيقه بتبقى بالنسبه لل يعني للدول او بالنسبه للشعوب بتبقى شويه، لما تحاول تتكلم على 2030 بتبقى حاجه شويه يعني قدام. صح. وفي وسط الظروف الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه الطاحنه بتبقى ناس مديها اولويه بعيده شويه. مظبوط. ليه؟ لان هو عايز يعني يشوف بيفكر في بكره، كل يوم بيفكر في بكره او كل يوم اللي بيعاني بالظبط كده، عايز يشوف النهارده هيحصل ايه، بكره هيحصل له ايه، الشهر الجاي.
فدي بتحتاج قدر. بس ما هو ده دورنا بقى يا دكتورة لو سمحتي لي، يعني الانجيجمنت وطرحها باستمرار على الناس عشان يحسوا ان هم جزء من هذا. بس ده دورنا يا دكتورة في فكرة التسويق او الماركتنج للجيد لهذه الرؤية علشان تتحول الى مشروع قومي او حلم، ابقى انا والاجيال الصغيرة مستنيين نوصل لهذا اليوم اللي نحقق فيه رؤيتنا واهدافنا. انا مع حضرتك تماما، وهو الحقيقه طبعا احنا عندنا مشكله في تسويق حاجات كتيره جدا، فتسويق السياسات بشكل عام وتسويق الافكار طبعا تمام. ده محتاج نشتغل عليه، وانا مع حضرتك في هذا تماما. انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق والسداد في هذه المهمه، وان شاء الله بعد ما ترتبي البيت وتدرسي اولوياتك حضرتك تشرفينا ان شاء الله، ونعمل حوار مهم حوالين الرؤيه تحديدا، لان انا واحد من المؤمنين انه بلد بلا رؤيه بلد ستتعثر. اكيد اكيد، محدش ما يبقاش عنده رؤية للمستقبل ويمشي كده بشكل عشوائي أو اعتباطي. فأتمنى إن شاء الله أن احنا نعيد الحياة لهذه الرؤية علشان يبقى حلم للمصريين. طيب، أول اتصال هاتفي كان معنا النهاردة هو المستشار عمر مروان المكلف بوزارة الشؤون البرلمانية. خلونا نشوف في هذه الدقيقة سي في من هو المستشار عمر مروان. يصفونه بالجوكر كلما أسند إليه منصب أجاد فيه، بداية من توليه منصب الأمين العام لثلاث لجان لتقصي الحقائق منذ ثورة 25 من يناير، وانتهاء بتولي حقيبة الشؤون القانونية ومجلس النواب، وهو المجلس الذي كان ارتبط به المستشار عمر مروان منذ كان أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وأمينا عاما ومتحدثا رسميا باسم اللجنة خلال انتخابات 2015. عقب ثورة 25 من يناير تشكلت لجنة لتقصي حقائق أحداث الثورة، وكان مروان كاتم أسرار هذه اللجنة بعد تعيينه أمينا عاما لها. وحينما تولت جماعة الإخوان الحكم، قرر الرئيس المعزول محمد مرسي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتم إسناد الأمانة العامة بها لمروان، ثم كان أمينا عاما للجنة التي تشكلت عقب ثورة 30 من يونيو لتقصي الأحداث التي شهدتها البلاد من أعمال عنف وإرهاب عقب سقوط الجماعة الإرهابية وعزل مرسي. مهمة ثقيلة تلك التي أسندت إلى مروان الذي عمل مساعدا لوزير العدل للخبراء والطب الشرعي، حيث ينتظر الجميع منه حسم الكثير من مشروعات القوانين الهامة التي ستعرض على البرلمان الفترة القادمة، وفي مقدمتها قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات، الإدارة المحلية، التعليم، الاتصالات، الإجراءات الجنائية، العقوبات. حصل الوزير الجديد على عدة دورات في مجال حقوق الإنسان من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والكويت، كما حصل على عدة دورات أخرى في مجالات القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية. سيصبح الوزير الجديد بحكم منصبه مقررا عاما للجنة العليا للإصلاح التشريعي ليترك منصة القضاء ويخلع وشاح القاضي بعد توليه منصبا تنفيذيا. شغل مروان منصب مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وحاليا يشغل منصب مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي. تخرج الوزير الجديد من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا عام 1979، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1989، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محامي عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف، وأعير للعمل بمكتب النائب العام الكويتي لما يقرب من 6 سنوات، ولديه الكثير من الخبرات في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية. طيب، ما زلنا في جولتنا داخل مجلس الوزراء الجديد. دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، يا دكتور مساء الخيرات. مساء النور، ازيك يا تامر؟ ازاي حضرتك النهارده؟ مبروك رسمي. النهارده مبروك رسمي بعد حلف اليمين. الله يبارك فيك. بالظبط النهارده رسمي، النهارده كلفنا رسمي. حضرتك لما كنت معانا اول امبارح على التليفون وكنا بنبارك لك وكنا بنتكلم عن التعليم، وكنت شايف حضرتك انه التعليم في مصر ليس بالحاله السيئه يعني، ولكن يمكن تجويده وتطويره باشياء مهمه، لكن الحقيقه انا ساعتها ما رضيتش اتدخل معاك قوي في هذه القصه. احنا طبعا عندنا ارث من التعليم والنهضه التعليميه والثقافيه الكبيره، بس هذا الارث اصابه العطب. يعني حضرتك طبعا عارف انه الجامعات المصريه والتعليم العالي في مصر محتاج نقله نوعيه كبيره. لما بنشوف قائمه افضل 500 جامعه في العالم ونلاقي ان احنا ترتيبنا متاخر فيها، الواحد بيشعر بالحزن. فلازم في النهايه يبقى في فكر مختلف
علشان يبقى في نتيجة مختلفة كمان يا معالي الوزير. مظبوط. فايه الممكن الملامح يعني ما يبقاش فكرة تسيير أعمال إن احنا نكمل على ما هو قائم، احنا محتاجين نظرة مختلفة، ايه اللي ممكن حضرتك تضيفه لفكر التعليم جوه جامعاتنا المصرية؟ في الأول في البداية احنا طبعا انت عارف إن الحقيبة دي فيها تعليم عالي وده مهموم بأمر الجامعات بصفة عامة، وكمان في بحث العلمي، يعني هي كانت وزارة البحث العلمي ووزارة التعليم العالي الاثنين في وزارة حاليا واحدة. صح. فلو احنا بنتكلم على البحث العلمي، لا البحث العلمي عندنا أفكار كتيرة فيه ممكن في النهاية ترد على اللي حضرتك بتقوله ده، ترتيب مصر أو ترتيب الجامعات المصرية على مستوى العالم. تمام. في التصنيفات العالمية. مثلا هندي على شكل مثال يعني بسيط، إن احنا الأبحاث العلمية لابد أن يكون لها استراتيجية تنفيذية واضحة جدا. معلومة بسيطة، مصر من أكبر دول العالم إنتاجا للبحث العلمي. عندنا 120 ألف باحث موجودين في مصر وأغلبيتهم في سن الشباب. قوة بشرية هائلة. عندك تاريخ وعندك مراكز بحثية منتشرة على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات لا نهاية لها، هي فكرة الريسيرش اند ديفلوبمنت أو الـ R&D. بس على العكس بقى يا دكتور خالد، إحنا أكثر إنتاجا للبحث وأقل تطبيقا للبحث، هي دي المشكلة. بالظبط كده، ما دي المشكلة بقى. يعني إذا أنا عندي نقاط قوة وعندي نقاط ضعف وعندي فرص لابد أن أستغلها. مظبوط. لو إحنا بنتكلم بقى إن الأبحاث بتاعتنا مصيرها إيه؟ لا، أغلبيتها مصيرها الأدراج والمكتبات والأوراق. صحيح. ليس لها أي دور تنفيذي. إحنا بنفكر وابتدينا النهاردة على طول مع السادة النواب المستشارين في أكاديمية البحث العلمي ومركز القومي للبحوث ونائب الوزير للتعليم العالي، اللي إحنا اتفقنا على إن لازم هيبقى عندنا استراتيجية تطبيقية واضحة جدا بعد موافقتها بالمجلس الأعلى للجامعات، إن يبقى كل وزارة وكل هيئة في مصر بتقول لنا المشاكل اللي احنا لازم نشتغل عليها الابحاث. يعني بمعنى اصح، احنا مش هنعمل ابحاث من غير ما يكون ليها مردود تطبيقي يرد على الصناعه والتنميه. تمام. ده في حد ذاته لو قدرت تستغل هذا الكم الزخم الكبير من الابحاث اللي كل فرد في المجتمع الجامعي مطالب انه يعمل اثناء حياته الوظيفيه على الاقل 20 ل 25 بحث عشان يترقى في الدرجات المختلفه. صحيح. لو انا اخذت منهم 10 او 20% فقط هقدر ان انا اصل بيه الى التطبيق واصل بيه الى النشر الدولي، مصر هتبقى مش من اول 500 يبقى من اول 200 جامعه على مستوى العالم. ده كلام مظبوط. وده سهل التطبيق جدا اذا صلحت النوايا وعرفنا الزراعه محتاجه ايه، عرفنا الري محتاج ايه، عرفنا الصحه محتاجه ايه، ونشتغل عليها ان شاء الله يا رب كل الجامعات تتفق على هذه الرؤيه. بس طبعا ده كله هيبقى بالاتفاق مع المجلس الاعلى للجامعات وننفذه ان شاء الله. صحيح. كمان مش عارف ممكن نتبنى اعاده فكره الابتعاث، لانه فكره المبعوثين والابتعاث ده مهم جدا لنقل الخبرات وتقليل الفجوه في التقدم ما بيننا وبين الدول الاخرى. وحضرتك عارف ان معظم دول الخليج اشقائنا يعني بنوا نفسهم عن طريق الابتعاث، وان الناس اللي سافرت دي رجعت نقلت الخبرات وطورت بلادها جدا. هي مصر من ايام محمد علي كانت القصه بتاعه الابتعاث هي اللي عملت التطوير في مصر بصفه عامه. صحيح. من محمد علي. فاحنا صحيح. احنا عندنا عدد كبير من المبعوثين وهم دول الذخيره بتاعه مصر، ولكن احنا بنتجه دلوقتي الى تحديد نوعيه المبتعثين، بمعنى ان احنا هنعظم قوي دور الابتعاث زي ما حضرتك بتقول كده علشان الاستفاده القصوى منها. تمام. ومصر اكبر دول في العالم بتعمل المبعوثين، يعني احنا مش مقصرين في الحته دي. ولكن احنا لازم ندقق احنا عايزين ايه. يعني مثلا احنا داخلين في مشروع الضبع، يبقى لازم يكون عندنا مهمات علميه وعندنا بعثات تعليميه في هذا التخصص الدقيق وهو صحيح. الكيمياء الفيزيائيه النوويه مثلا. مظبوط. يعني عندنا مشاكل في الطاقه المتجدده، عندنا الطاقه بتاعتنا حاجه و80% منها بيجي من الغاز والبترول و12% بيجي من مصادر الميه و1% من الطاقه المتجدده اللي هي زي الطاقه الشمسيه اللي احنا نتميز بيها على العالم كله. صح. يبقى لازم عندنا دراسات عليا وعندنا مبعوثين متخصصين في هذا الموضوع، علم الفلك، علم الفضاء، عند صناعة السفن، لوجستيات قناة السويس. إذا لابد من توجيه البعثات إلى مصادر أو إلى تخصصات إحنا محتاجينها، المجتمع محتاجه، وليس المجتمع بعثات تطلع بدون أي وعي. صح. فأنا كلام حضرتك صح، إحنا ملف البعثات والوافدين، لأن إحنا برضو عندنا قضية كبيرة جدا هي إن مصر ترجع تاني تبقى قبلة للوافدين على مستوى الوطن العربي وأفريقيا. احنا فقدنا او بنفقد تدريجيا كل البعد القومي للخريج المصري اللي كان موجود في بلده. فبقينا نشوف دلوقتي ان التأثير المصري في افريقيا والتأثير المصري في الدول العربية ما عادش زي زمان، لان كان زمان
كل الناس تقريبا المسؤولين متخرجين من جامعات القاهرة واسكندرية وعين شمس ومصيوط والمنوفية والزقازيق، كل دول كانوا أولادنا. احنا بنرجع دلوقتي تاني تبقى مصر جاذبة لكل الدارسين من كل البلاد اللي حوالينا بما فيها أفريقيا اللي لا تقل أهمية عن المحيط بتاعنا والشرق الأوسط. ده كلام مظبوط. أفريقيا هو بعد قومي لينا، لابد أن يكون لنا تواجد فيه تعليميا، والتعليم هو القوة الناعمة في السياسة. لابد أن نرجع، ومصر مؤهلة لهذا تماما، خلي بالك. تمام. ما عندكش منافس. تمام تمام صحيح. أنت كده مفيش بقى حشو، مفيش خلع، مفيش أي ممارسة، مفيش أي حاجة ولا حتى تركيبات. احنا 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 مركزين تماما في بلدنا، ومركزين تماما ان احنا نعمل حاجة يعني تحسب لينا وتحسب ان ربنا يحسبها في ميزان حسناتنا في المال. تأكد المجموعة اللي انا شفتها النهاردة يا استاذ سامر على الحد اللي انا شفته يعني يعني يمكن معرفش الدكتور طارق طلع معاك ولا لسه والدكتورة هالة، لكن احنا يعني عايز اقول لك ان في القعدة الانتظار بس دي عملنا فيها نوع من انواع التوافق ما بين التربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط. لان لازم يكون في الثلاثة دول، لازم يكون في زي ما تقول اجماع باهمية ملف التعليم لمصر. صح. لا انا ببشرك وبقول لك تفائل جدا، تفائل جدا، ووعد مني ان الدكتور طارق والدكتورة هالة والوزارة عندنا هيعملوا يعني مجموعة عمل تخلي ان في تطوير في المنظومة لما قبل الجامعي، عشان يطلع الطالب من مرحلة المدرسة مؤهل انه يخش الجامعة ويخرج مؤهل لسوق العمل وينافس فيه كمان. انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى ان منصبك الجديد ده يحقق الامال اللي حضرتك اتكلمت فيها دي، وانه ما يزعلكش مني. انت عارف بقى الاعلامي والوزير بيبقوا ساعات كده علاقتهم متوتره. لا 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 لا، ان شاء الله في الحق ما فيش زعل حبيبي يا دكتور. في المصلحه انا بحترم الاعلام المتخصص البناء اللي هو بيبرز الايجابيات ويبرز السلبيات. خلي بالك احنا برضو لازم يكون عندنا جزء كبير نقول للناس ونطمنهم ان احنا مصر دي كبيره قوي، مصر عظيمه جدا. صحيح. ومصر لازالت مصدره لكل التخصصات على مستوى الاقليم اللي حوالينا كله. اوعى تنسى ان كل الدكاتره اللي في الدول اللي حوالينا مصريين، كل المهندسين. صحيح. وكل الزراعيين. صحيح. وكل المحاميين وكل الوكلاء النيابه، كل التخصصات الدقيقه كلها من مصر. صح. احنا اوعى تفتكر ان مصر يعني لا، بس احنا نفسنا نبقى حاجه اكتر من كده بكتير. وهنبقى ان شاء الله، ان شاء الله هنبقى اكتر من كده. فكنت بقول لك احنا دوركم مهم في السلبيات، لكن ارجوك ما تنساش ان احنا بلد عظيمه وخرجت. انت عارف خطي الاعلامي دايما طول الوقت ان احنا نبني لبكره ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدوله للبحث العلمي. بالمناسبه بقى دي معلومه كده، يعني احنا كسبنا وزير خالد عبد الغفار، بس خسرنا دكتور، على فكره دكتور سنان ما حصلش خالد عبد الغفار. يخلع لك الدرس وما تحسش، بس بعد كده بقى في مشاكل بقى وتخانق معاه وبتاع، بس في النهايه كان ايديه زي البلسم، كان من امهر دكاتره الاسنان، لكن خسرناه كطبيب وكسبناه كوزير. الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه رسميا النهارده بعد حلف اليمين. مساء الخير يا معالي الوزير. يا فندم، وتحياتي ليك ولجميع المشاهدين يا فندم. تحياتي لحضرتك، ومبروك رسمي النهارده بعد حلف اليمين. الله يبارك فيك يا فندم، ربنا يخليك. النهارده بعد حلف اليمين والتكليفات اللي سمعتوها من رئيس الجمهوريه، حضرتك توجهت مباشره لوزاره الزراعه ودخلت مكتبك، مظبوط؟ تمام يا فندم. أول حاجة قلتها سواء للمسؤولين والمساعدين مع حضرتك في الوزارة، أو أول حاجة قررت إن أنت هتبدأ فيها في أول يوم عمل رسمي؟ طبعًا أنت تعلم إن أنا معايا ثلاث نواب. أيوه. وده طبعًا يعني فكر جديد، على أساس إن النواب دولت يبقى في ملفات موجودة معاهم. أنت عارف إن الزراعة شائكة. جدا. قطاع حيواني وقطاع صحي وقطاع خدمات، فيمكن موجود الاخوه الزملاء الثلاثه نواب، في نائب للثروه الحيوانيه، وفي نائب للاصلاح، وفي نائب للخدمات والمتابعه. ايوه. ليه كان في مشكله ان انت بتلاقي داخل القطاعات نفسها في اختلافات. تمام. فاحنا قلنا ان القطاع كله يبقى حضرتك متجمع في كيان واحد على اساس الحل للمشاكل دي كلها. وطبعا كل الهدف بتاعنا حضرتك عمل التطوير والتحديث وعمل قيمه مضافه
والاستفادة من وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة وبالذات المحاصيل الاستراتيجية اللي احنا نستوردها بكثرة في ملف الإدارة الصفراء، في ملف إن شاء الله الفول الصويا، في ملف السكر، يعني لجميع المحاصيل الاستراتيجية كلها حطينا في الحسبان وفي الأمان، وإن احنا لازم نشتغل ونعمل ولازم يحس بيها المواطن ولازم يحس بيها الفلاح بالعرض اللي احنا بيتم تنفيذه. لو احنا بنعمل في كوكب او هم كوكب اخر يبقى احنا ما بنعملش حاجه، فلازم يبقى في تنسيق وتناسق مع جميع المستفيدين من القطاع الزراعي. ده كلام محترم. الحقيقه سؤالي بس هنا متعلق بفكره النواب اللي حضرتك ذكرت، حضرتك ذكرت اهميتهم في الفتره القادمه. المهم ان هم ما يبقوش نواب شكليين، ما يبقوش مجرد سكرتاريه للوزير، يبقى عندهم صلاحيات واختصاصات حقيقيه علشان يبقى توزيع الـ او الجوب ديسكريبشن كما يقال يعني في المنهج العلمي بشكل جيد. ده هياخد تفويض باختصاصات يا فندم، هياخد تفويض باختصاصات الملف هيبقى عليه مسؤوليه كامله. وانا اللي هيبقى دوري المانجمنت بينهم بين النواب وبعضها. ممتاز ممتاز دكتور، انا بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق في هذه الوزاره الصعبه. الحقيقه صعبه، انا طول الوقت بقول لحضراتكم انه انا سميتها كده، انا سميتها من زمان وزاره الزراعه دي الوزاره الملبوسه، ما بيعيشلهاش وزير وطول الوقت متهمه بالفساد، وهي الحقيقه مش متهمه بالفساد لله والوطن، لانه فيها مشاكل فاسدين وفيها اجراءات تدعو للفساد وفيها بيع اراضي ونهب اراضي وبتاع، فظبط القصه في منتهى الصعوبه، في منتهى الصعوبه، محتاجه يعني حاجه شبه كده استغفر الله العظيم سيدنا يوسف اللي يجي يبقى مسؤول عن او امين عن خزائن الارض، فشيء في منتهى الصعوبه انه حد يجي يظبط الاداء ويوقف الفساد ويوقف نزيف النهب اللي بيحصل. اراضي مصر نهبت من خلال هذه الوزاره في سنوات كثيره جدا جدا. طيب نائب وزير الزراعه الدكتور صفوت الحداد، مساء الخير يا سياده النائب. مساء الخير. مبروك يا فندم، وثقة مهمة وأمال كمان عريضة، وأنا كنت لسه بتكلم عن المشاكل الكبيرة اللي موجودة في وزارة الزراعة، والحقيقة إن سواء الوزير أو حضراتكم كنواب للوزراء عليكم مهمة مش بس في إنجاز العمل ووضع الخطط والرؤى، لا كمان في وقف النزيف اللي بيحصل في وزارة الزراعة لأنه شيء صعب ومتجذر بقاله سنوات طويلة جدا. هو حضرتك محق جدا طبعا في الكلام اللي بتقوله، ومن هنا كانت رؤيه القياده السياسيه والسيد الرئيس ومعالي رئيس الوزراء ان الاهميه بمكان ان الوزاره يبقى وزير ونواب متخصصين في مجالات مختلفه، وبالتالي يحصل تركيز على الاداء الفعال في المجالات ديت، ومن هنا كانت فكره الثلاثه نواب مش واحد ولا اثنين للتخصصات المهمه عشان يحصل فيها انجاز وانجاز سريع، لان احنا حاليا في مرحله مطلوب مننا ان احنا ننتج ونبقى قريبين من الفلاح، ويبقى الفلاح يبقى العلاقه بينه وبين وزاره الزراعه علاقه مختلفه عن زمان، تبقى وزاره الزراعه قريبه منه، تبقى وزاره الزراعه حاسه بيه، تبقى حاسه بالمشكله اللي هتيجي عليه وبالتالي تتفاعل معاها فتقلل اثارها او تمحوها قبل ما تحصل. صحيح صحيح. انا كان معايا على الهاتف مباشره قبل حضرتك وزير الزراعه الدكتور عبد المنعم البنا، وسالته سؤال مباشر، هل النواب اللي موجودين الثلاثه نواب اللي موجودين معاك هم سكرتارية شكل بس كده إجرائي وبتاع؟ فقال لي لا، هيبقى ليهم اختصاصات وصلاحيات وحديهم تفويض كامل. فأنا هنا بطالب حضرتك أنه تاخد كل صلاحياتك وتاخد كل وتمارس كل اختصاصاتك وتمارس هذا التفويض، ولو لم تمنحه أرجوك حضرتك تعلن، ما يبقاش مجرد شكل بس أن عندنا نواب للوزراء. هو في الحقيقة حضرتك هو بالفعل زي ما بتقول بالظبط، أن نواب الوزراء أو في وزارة الزراعة بصفة عامة النواب، وفي وزارة الزراعة بصفة خاصة نائب الوزير هو لسان وعين الوزير في التخصص اللي تخصص فيه. هاي. وبالتالي جميع الصلاحيات اللي الوزير بيؤديها هتكون ممنوحة لنائب الوزير في هذا التخصص. تمام، وحضرتك أرجو أن تحرص على أن تمارس كل هذا التفويض وكل هذه الصلاحيات. أكيد إن شاء الله. أنا بشكرك. وإن شاء الله هيحصل تطور وتقدم سريع يبقى ملموس على الأرض بإذن الله. كم نتمنى. شكرا جزيلا دكتور صفوت، ونتمنى لك كل التوفيق والسداد في هذه المهمة. طيب قبل ما اروح للفاصل
عايز اكلمكم عن نقطة وبعدين هسيبكم مع التقرير المجمع اللي بيشمل كل حلف اليمين النهاردة، سواء للسادة الوزراء التسعة او للخمسة محافظين الجدد. واحدة من الوزيرات، ودي لقطة انا ما بقولهاش كنوع من الانتقاد والهجوم، لا، هي نوع من انواع اضاءة اللمبة الحمراء، لانه انا ما بيفرقش معايا شكل الخطأ، انا بيفرقش معايا شكل الخطأ، كلنا بنخطئ، وجل من لا يخطئ وجل من لا يسهو، لكن انا اللي بيفرق معايا دلالة الخطأ، المعنى بتاع الخطأ. النهاردة من امبارح، مش النهاردة من امبارح، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، هذا المركز مركز تابع لمجلس الوزراء ومركز حكومي رسمي يصدر عنه أرقام رسمية ومعلومات رسمية وإحصاءات رسمية، أو هكذا يجب أو هكذا يفترض. من امبارح، ثانية واحدة، من امبارح نزلوا مجموعة من المعلومات عن السادة الوزراء الجدد بسي في ليهم، بتاريخهم، بمعلومات عن تاريخ الميلاد، عن تاريخ الكذا او كذا او كذا، وده جهد طيب انه اي حد عايز يعرف مين الوزير الجديد، ايه هو، جاي منين، خلفياته ايه، هيخش فين، هيخش على المواقع المشبوهه، هيخش على المواقع المدسوسه، لا، اخش على المواقع الرسميه، ومش هلاقي موقع رسمي اكتر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يعني الحكومه المصريه هي اللي بتتكلم. فاحنا بندعبس وشغلتنا الدعبسه، دخلنا على السي في بتاع الوزراء اللي موجودين في المركز، على موقع المركز الالكتروني. فاحنا بنقلب توقفنا عند واحده من اهم الوزراء، الدكتوره سحر نصر، التي كانت وزيره التعاون الدولي واصبحت وزيره التعاون الدولي ووزيره الاستثمار، يعني مش وزيره، دي وزيرتين في وزاره. فوانا بقلب لقيت هذه الصوره. الدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، مكتوب انها مواليد عام 1969. طيب مبروك. لو كان التاريخ اللي هم كاتبينه ده صح، ما خدوا بالكم ممكن يبقى تاريخ الميلاد غلط، فيبقى كل اللي بعد كده مفهوم انه هيبقى غلط ازاي. لكن لو كان تاريخ ميلادها صح، وتبقى مصيبه لو مركز المعلومات ما عندوش تاريخ ميلاد وزيره في الحكومه. يبقى ازاي يا ساده يا كرام، بعد ما لا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاة والسلام، ازاي بعد كده يبقى حصلت على بكالوريوس من الجامعة الامريكية عام 1985. انا مش عارف الخط صغير قدام حضراتكم قاريينه على الشاشة ولا لا، بس انا بقول لكم ما هو مكتوب في الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. يعني مولودة سنة 69 وخدت البكالوريوس من الجامعة الامريكية عام 85، يعني خدت البكالوريوس، خلصت البكالوريوس وهي عندها 15 سنة ونص أو 16 سنة. أنا ما أعتقدش أن أينشتاين خد البكالوريوس في السن ده. هي نبغة وهي جيدة وهي عبقرية وهي كل حاجة، بس هي أكيد كمان درست عندنا في مصر. أنا بنتي عبقرية زمانها، وهي عندها دلوقتي، بنتي عندها دلوقتي 16 سنة ونص، في سنة كام؟ في تانية ثانوي، هي في مدرسة أجنبية يعني اللي بيسموها جريد 11، فيعني بنت ما حصلتش، أنا ببلغ عنها وعلى الهواء، في جريد 11 وعلى طول بتجيب A بلس وA ستار وبتاع، يعني مروقانة الحمد لله. 16 سنة ونص وفي جريد 2، في جريد 11 اللي هي فاضل لها سنة وتبقى جريد 12 وتخلص وبعدين تخش بسم الله الرحمن الرحيم جامعة. فإزاي الدكتورة سحر نصر تبقى خدت البكالوريوس سنة 85، وبعدين حصلت على الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في عام 1990. يعني خدت الماجستير في الاقتصاد وهي عندها 20 سنة. بسم الله ما شاء الله. وبعد كده بقى مش حصلت على درجة الدكتوراه ومش عارف إيه وكذا وكذا وكذا. فأنا سؤالي، يا إما إحنا عندنا هذا النظام في التعليم اللي أنا معرفوش، إن لو حد ذكي وعبقري بينط 3-4 سنين مع بعض، بس أنا ما أعتقدش إن عندنا النظام ده. وبالمناسبة عشان ما تضحكوش، النظام ده معمول بيه في بعض دول العالم، ده بجد، في اليابان وفي كندا، ما أعرفش في أمريكا حصل ولا لأ، بس في اليابان وفي كندا بيعملوا امتحان للولد، لو الولد ده في الامتحان
كان معدي سنه وسابق عمره وبيبقى مش عارف كذا وكذا يمتحنوه الامتحان بتاع السنه اللي بعدها. لو نجح فيه ما يعديش بقى في السنه اللي بعدها، ما يضيعش سنه من عمره، خلاص مبروك انت عديت، يمتحنوه السنه اللي بعدها. عشان كده في ولد في اليابان عمره فعلا 14 سنه وفي ثالثه جامعه. بس ده فين؟ في اليابان، هناك في طوكيو. احنا في مصر عندنا تبقى عبقري ما تبقاش عبقري، هتقعد للتعليم النشط والتقويم المش عارف الايه والكذا مش عارف كذا، وتتضرب على المسطره، هتاخد السنه بسنتها. فكيف يمكن الدكتوره صحه النصر انها تتخرج من الجامعه وهي عندها 16 سنه؟ فالمعلومات دي اكيد مغلوطه، لان انا ممكن ان نظام التعليم في مصر ما فيهوش فكره نط السنين. وانا علشان ما بحبش الهرتله ولا اللكلك ولا الكلام المرسل، عملنا شغلنا الاعلامي التدقيقي المتقصي الدقيق، وتاكدنا من ان هذه المعلومات موجوده على الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. انا قلت لكم انه الخطا في حد ذاته لا يعنيني، كلنا بنخطئ، لكن معنى الخطا هو اللي خطير. لما الخطا في معلومه يجي من المركز الرسمي الموثق الدقيق اللي علينا ان احنا نثق فيه لانه الحكومه هي اللي بتكلمنا، يبقى ازاي نثق في المعلومات والارقام والاحصاءات اللي بتاخدها الحكومه وبتبني عليها القرارات والسياسات؟ ما هو دلوقتي لو انا وزير التخطيط، لو انا المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعايز معلومه معينه في ملف معين، هكلم مين؟ هكلم الدكتور او المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، او هكلم المركز واقول لهم ابعتوا لي كل المعلومات والارقام اللي عندكم عن موضوع كذا، او عن سحر نصر، او عن تامر امين، او عن ابراهيم عبد الصمد. فلما المركز الموثق اللي انا المفروض ما راجعش وراه، ده المركز بتاعي اللي بيدقق كل حرف وكلمه، يبعت لي معلومات مش دقيقه وانا بالتالي واثق فيه فمش هراجع المعلومات دي، هاخد سياسات وقرارات مش دقيقة. هو ده معنى الخطأ الجسيم اللي أنا متوقف عنه. أنا الحقيقة بوجه لوم شديد، هو صديق عزيز بس في النهاية الصداقة أنا بتركها عند باب الاستوديو قبل ما بخش. بترك لوم وعتاب شديد إلى صديق المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبقول له كده بالبلدي حتى، ما كانش العشم. إذا كانت معلومة بسيطة زي دي، دي معلومة بسيطة، الحكومة مش عارفة وزيرة اتولدت إمتى أو اتخلصت الجامعة إمتى أو كذا، فتكتب معلومات مغلوطة. على فكرة مش أنا بس عبقري زماني اللي خدت بالي من الغلطة، السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي سخرية بقى وتهزيء وكلام فاضي عن أدي البلد المصرية وأدي الدولة المصرية ومش عارفين يجيبوا معلومات بنكلة، أمال المعلومات المهمة والخطيرة هيجيبوها إزاي؟ عيب الحياة، شكلها وحش ومش عارف تتعالج إزاي. بس أرجو بقى إنه يتم التدقيق في كل البيانات والأرقام التي تخرج من هذا المركز المحترم. وأنا كلامي طول الوقت عن جرم الفعل ولا علاقة لنا بالفاعلين، كل الأشخاص لهم عندنا كل الاحترام، أما الأفعال فهي محل نقد وهذا هو دورنا. تقرير عن حلف اليمين، ثم فاصل ثم نعود. بقصر الاتحادية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء 9 وزراء جدد اليمين الدستورية، وهم وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية وشؤون مجلس النواب والتنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل. كما أدى 5 محافظين جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك لمحافظات القليوبية والإسكندرية والبحيرة والوادي الجديد والدقة، بالإضافة إلى 3 نواب لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. حركة تغييرات للوزراء والمحافظين تأتي في وقت يعاني منه المواطنون المصريون مشاكل عدة أهمها ارتفاع الأسعار. مواطنون يضعون ثقة الآن في الوزراء والمحافظين الجدد، آملين أن يحققوا لهم ما فشل في تحقيقه السابقون. We'll be right back.
بعد أيام قليلة من إجراء تعديل وزاري وقبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحركة تغييرات بسيطة في حركة المحافظين ليتم تبديل عدد من المحافظين من أماكنهم وتغيير آخرين ليحلوا محلهم محافظين جدد. حركة تبديل لعدد من المحافظين ضمت الدكتورة نادي عبدو لتكون أول امرأة تشغل المنصب في تاريخ مصر الحديث. فالمحافظات التي طرأ عليها تغييرات كالتالي: محافظة الإسكندرية والدقهلية والبحيرة والوادي الجديد والقليوبية، محافظات قام محافظوها وهم كل من محمود عشماوي للقليوبية ودكتور محمد علي أحمد علي سلطان محافظا للإسكندرية ونادية أحمد عبد صالح محافظا للبحيرة ومحمد سلمان موسى زملوط محافظا للوادي الجديد ودكتور أحمد أحمد علي شعراوي محافظا للدقهلية، والذين قاموا بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي. ومع تغيير حركة المحافظين فهناك العديد من الملفات التي تنتظر المحافظين الجدد، فعند النظر لمحافظة القليوبية فهناك هموم ومشاكل بالجملة تنتظر محافظ القليوبية الجديد. تلك المحافظة التي شهدت وجود 4 محافظين خلال 3 أعوام دون تغيير حقيقي في المضمون الواقعي لتراجيديا الهموم الإنسانية. مشكلات من أهمها مكامير الفحم والعشوائيات والقمامة وغياب الصرف الصحي في القطاع الصحي، تمثل مستشفى بنها العام المتوقف إنشاءاتها منذ 10 أعوام والتأمين الصحي منذ 16 عاما لتمثل نموذجا واضحا للفساد وإهدار المال العام. يجب أن يحاسب من تسبب في توقفها لتلك السنوات الطوال. أما بالنسبة لمحافظة الإسكندرية فأهم مشاكلها هي السيول التي تشهدها في الشتاء وانتشار القمامة في الشوارع، وعند الانتقال إلى محافظة البحيرة والدقهلية والوادي الجديد فتركزت مشاكلهم على الصرف الصحي وطرق والمواصلات. الدكتور محمد علي أحمد علي سلطان محافظ الإسكندرية الجديد، من مواليد أكتوبر من عام 1970، تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة في عام 94 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وماجستير في جراحة العظام من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في إدارة المستشفيات جامعة عين شمس، ودبلوم الجودة الشاملة في مجال الرعاية الصحية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودبلوم برنامج إعداد القيادات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية، ودبلوم التنمية المؤسسية من جامعة كوينزلاند بأستراليا. شغل سلطان عدة وظائف قيادية سابقة، منها نائب مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج ومدير مركز الأورام العامة ومدير عام الطوارئ بوزارة الصحة ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وتم ترقيته لوظيفة نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية ثم رئيس لهيئة الإسعاف المصرية ورئيس لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكانت آخر وظيفة تقلدها رئيس قطاع الرعاية العاجلة والخدمة الإسعافية. كما شارك أيضا في عضوية عدة لجان، منها لجنة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لخطة التغطية الطبية لدورة الألعاب الرياضية العربية بمصر، ولجنة وضع خطة التأمين الطبي لفعاليات بطولة مونديال كرة القدم للشباب 2009، ولجنة الإعداد لبعثة الحج للعام الهجري 1429، ولجنة اعتماد المواصفات الخاصة بحقيبة الإسعاف، ثم عضو مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية وعضو لجنة إدارة أزمة وباء الإنفلونزا. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي احنا شفناه دلوقتي فتح لنا باب الكلام عن تغيير المحافظين. 5 محافظين جدد تم تعيينهم خلفا ل5 محافظين راحلين، والنهارده كمان حلفوا اليمين امام رئيس الجمهوريه. وزي ما انا قلت لكم في مقدمه الحلقه، تغيير المحافظين ده كان بمثابه مفاجاه شويه. يعني خلال ال3 أسابيع اللي فاتت من ساعه ما اعلن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ان في تعديل وزاري، ما كانش في كلام خالص عن محافظين، وهو حتى ما قالش. وخلال ال3 أسابيع اللي احنا طول الوقت في الاعلام عاملين نقول فين التعديل فين التعديل ونتواصل مع المتحدث باسم مجلس الوزراء وكذا، كان كل الكلام عن انه لسه بنشوف مرشحين للوزارات، كلمه محافظين دي ما جاتش على لسان حد خالص. واحنا اعتقدنا العرف السائد يعني انه بعد ما بيحصل تعديل وزاري بعديها ب2-3 أسابيع الى شهر ممكن بقى نبتدي نتكلم عن تغيير يا اما محافظين كامل، مجلس المحافظين بالكامل، يا اما بعض المحافظات. لكن ارتأت الحكومة او شافت الحكومة انه في الزحمة كده تقوم ممررة ال5 محافظين مع الوزراء الجدد. ليه؟ الله اعلم. هتقولوا لي يا تامر انت طالع في البرنامج عشان تقول الله اعلم، اقول لكم من قال الله اعلم فقد افتى، علشان الهري والكلام الكتير اللي بدون معلومة ما بحبوش. والحكومة نفسها ما قالتش ليه. وكلمة ليه دي
هي مربط الفرس اللي أنا طول الوقت بحاول إنها تبقى في ثقافتنا. في ثقافتنا. هي كلمة ليه دي عيب؟ كلمة ليه حرام؟ أو على الأقل مكروهة شرعا مثلا؟ هي شرعا مش مكروهة، بالعكس دي شرعا مستحبة. المؤمن الكيس الفطن اللي يسأل ويعرف ويفهم، وزي ما بقولت لكم الدعوات الإلهية طول الوقت، فكروا واعقلوا وتدبروا، يعني شغلوا عقلكم، فتشغل عقلك معناها تسأل ليه ولماذا وبتاع. فدينيا مش مكروهة، هي واضح انها حكوميا مش مستحبة، او ربما مكروهة، او ربما كمان وصلت لدرجة التحريم. انا بسأل سؤال من 4-5 أيام للحكومة على اشياء مختلفة، فحوى الأسئلة كلها كلمة ليه. ما ينفعش الحكومة ترد عليا زي ما محمد عبد الوهاب الله يرحمه رد علينا وقال لنا من غير ليه. لا ما ينفعش. محمد عبد الوهاب الله يرحمه حر، ده موسيقار الأجيال ويعمل اللي هو عاوزه، لكن الحكومة ما بتغنيش علينا، أو المفروض إنها ما بتغنيش علينا، فما ينفعش يردوا علينا ويقولوا لنا من غير ليه. لا، ده ليه وليه وليه. ليه 5 محافظين دلوقتي في الزحمة كده مع التعديل الوزاري؟ طب مش كنتوا تستنوا؟ مش في عندنا وزير تنمية محلية جديد هو الدكتور هشام الشريف؟ وزير التنمية المحلية ده هو المسؤول عن التنمية المحلية، مسؤول عن المحافظين. مش كنا نستنى الراجل يحط رؤيته، يحط أفكاره، يحط أسماء مرشحين، يقول بعد تقييم كده لمدة 2-3 أسابيع مين المحافظات اللي ماشية كويس ومين المحافظات اللي مش ماشية كويس؟ ولا هو انتوا استشرتوه خلال الكام يوم اللي فاتوا قبل ما يجي وزير، ودي كانت استشاراته وافكاره؟ احنا محتاجين نعرف، فبسألكوا ليه. طيب بلاش دي، بلاش دي. اللي مشيوا مشيوا ليه؟ كلمة ليه هتلاقوها في كل الاسئلة، مشيوا مشيوا ليه. تحديدا اللي احنا ابتدينا بيه من شوية وهي محافظ الاسكندرية، طبعا كل الامنيات الطيبة للرجل المحترم محمد سلطان المحافظ الجديد لمحافظة الاسكندرية، وانتوا عارفين محافظة الاسكندرية مهمة ازاي في مصر. بس السؤال المهم، ليه مشي اللواء دكتور رضا فرحات؟ وانا ليه بسأل ليه مشي رضا فرحات؟ لانه كل التقارير وكل الاجهزة الامنية وحتى الرأي العام بشكل عام في الاسكندرية في الشارع السكندري ما كانش مخنوق من رضا فرحات، ما كانش ثائر على رضا فرحات، ما كانش متضايق قوي من رضا فرحات، بالعكس كان من المقدرين بشكل ما. يعني زي ما انا كلمتكم بالظبط في الحكومة عن الدكتور اشرف العربي اللي كان وزير التخطيط واللي مشي وجات مكانه السيدة المحترمة الدكتورة هالة السعيد اللي احنا عملنا معاها تليفون من شوية، فكل التقدير لهالة السعيد. لكن السؤال المهم، اشرف العربي كان مقدرا وكان نشيطا وكان جيدا وكان محبوبا من القيادة السياسية والشارع ما كانش عنده مشكلة معاه، فبرضو السؤال مشي ليه؟ هل للمرة الأولى في تاريخ الحكومات المصرية ترد علينا وتقول لنا الناس اللي مشيت مشيت ليه؟ المحافظات اللي مشيت أو اتغيرت اتغيرت ليه؟ الناس اللي ما كانش عليهم كلام مشيوا ليه؟ طب الناس الجديدة جت ليه؟ طب بتعملوا أي حاجة ليه؟ ممكن تجاوب على السؤال ده؟ على فكرة سؤال والله لطيف ومش قبيح، وإجابته كمان مش قبيحة فاش حاجة. ومجلس النواب على فكرة قال الكلام ده امبارح، بعض أعضاء مجلس النواب في الكلمات اللي طلبوها أثناء التصويت على التعديل الوزاري أول امبارح مش امبارح، قالوا جزء من الكلام ده، قالوا ماشي احنا هنوافق وهنصدق على التعديل، بس هو مش لطيف إن رئيس الوزراء يقول لنا ليه؟ بس اعتقد والله اعلم، هنا اعتقد والله اعلم، ان في منصب واحد في المحافظين النهارده انا عارف هي جت ليه؟ المهندسة نادية عبده التي كلفت النهاردة رسميا وحلفت اليمين كمحافظة لمحافظة البحيرة. مهندسة نادية عبده كانت تشغل منصب نائب محافظ البحيرة، وياما تدخلت معانا هنا هاتفيا في البرنامج
لما حصلت بعض الأزمات ووقعت الأزمة بتاعت المركب رشيد، ولما حصلت الحادثة الكبيرة في الطريق الساحلي أو الدولي اللي قدام محافظة البحيرة ودمنهور وكذا وكذا، وسيدة نشيطة جدا ونتمنى لها كل التوفيق. هتقولوا لي طب اشمعنى يا تامر نادية عبده بس اللي انت عارف هي جت ليه؟ هقول لكم علشان أنا عملت اللي أنا بدعوكم طول الوقت إن احنا نعمله، إن أنا شوية شغلت عقلي وصحصحت ونشطت ذاكرتي ورجعت لحوالي شهر أو أقل شوية من دلوقتي، حوالي أسبوعين أو ثلاثة. فاكرين حضراتكم المؤتمر الشهري للشباب اللي عقد في مدينة أسوان الجميلة وحضروا الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هتقولوا لي يا فاكرين، أقول لكم تمام. فاكرين حضراتكم في فعاليات هذا المؤتمر اللي استمر على مدار يومين في أسوان إن كان في جلسة حوارية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة وبعض الشباب اللي موجود سواء من أسوان أو بعض المحافظات الصعيدية القريبة؟ هتقولوا لي أفاكرين. كان المؤتمر ده الساعة تقريبا كان الساعة 7 يوم جمعة، لأن أنا فاكره كويس قوي، كان الساعة 7 يوم جمعة وابتدى المؤتمر وخلص الساعة 8:30. أول فتاة شابة طلبت الكلمة ومنحها الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة كانت شابة من محافظة أسيوط، مش فاكر اسمها بس أنا فاكر كويس قوي أول كلمة قالتها له، قالت له يا سيادة الرئيس احنا بنرحب بيك في الصعيد وبنحبك وبنقدرك وشباب مصر بيدعمك وكذا 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 تمام، ثم عايز أسأل فخامتك سؤال محدد، امتى المرأة المصرية هتمكن فعلا وتبتدي تاخد مكانها ومنصبها في المناصب القيادية؟ فسيادة الرئيس رد عليها وقال لها احنا عندنا وزيرات كثيرة سيدات وعندنا كمان القاضية اللي هي تهاني الجبالي، فقالت له ايوة بس ما عندناش ولا واحدة رئيسة جامعة سيدة ولا واحدة محافظ، فول ستوب. لهذا أتت نادية عبده. هتقولوا لي ده معناه إيه؟ هقول لكم معناه لفتة ذكية جدا 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 من الدولة ومن الرئيس ومن الحكومة. ما خدوا بالكم أنا في كتير من الأحيان بقول لكم إنه في قرارات وشغل بيبقى فيه معوقات لأن الإيد قصيرة والعين بصيرة ومحتاجة فلوس وكذا وكذا، بس الحكومة والدولة بتجيلها بعض الفرص الذهبية كده إنه بقرار صغير زي ده تكسب ترحيب، تكسب تفاؤل، تكسب حالة دعم ومعنى ورفع للمعنويات الشارع. دي من اللقطات الذكية. الست كانت نائب محافظ البحيرة وأنا بغير شوية محافظين. طيب في مطلب من فترة قليلة من الشباب إنه ليه ما عندناش ست محافظة؟ لا يا ستي، أحلامك يا شابة أوامر، بعد شهر أو أقل بقى عندنا سيدة محافظة، ومش بعيد لما يحصل وكمان شوية مجلس الجامعات ومش عارف إيه يبقى عندنا سيدة رئيسة جامعة. اللي خلى السيدة سفيرة ووزيرة وقاضية طبيعي إنها تبقى محافظة وطبيعي بكرة تبقى رئيسة جامعة. فهنا الرئيس بيقول إحنا مصحصحين وشايفين شغلنا. نمرة 2 أو نمرة 3، ودي نقطة مهمة جدا، إن مؤتمر الشباب اللي بيحصل مش كاموفلاج، مش شكل على الفاضي، مش دعاية في الهوى، لا إحنا بنقعد مع الشباب وبنسمعهم وبنستجيب لطلباتهم. بروفايل عن نادية عبده. في واقعة هي الأولى من نوعها جاء تعيين الدكتورة نادية عبده محافظا للبحيرة في إطار حركة المحافظين الجديدة التي تمت بالتزامن مع تعديل الوزري الجديد للحكومة لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر. سبق أن شغلت عبده منصب نائب محافظ البحيرة السابق دكتور محمد سلطان، كما عملت أيضا مع محافظ البحيرة الأسبق اللواء مصطفى هدهود كنائب له بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور في 2013.
أكثر. تخرجت في كلية الهندسة قسم الكيمياء من جامعة الإسكندرية، ثم حصلت بعدها على ماجستير الهندسة الصحية من الجامعة ذاتها. لديها خبرات كثيرة في مجال إنشاء وتطوير وإدارة محطات وشبكات مياه الشرب. كانت أول سيدة في العالم العربي تترأس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وشغلت هذا المنصب لمدة 12 عاما، وسبق أن تم ترشيحها من صندوق المرأة المسلمة والإفريقية للحصول على جائزة أفضل إنجاز علمي إنساني لمجهوداتها في مجال المياه والعمل الإنساني بالإسكندرية. كانت نادية عبدو إحدى المرشحات عن الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب في 2010 عن مقعد الكوتة، وفازت فيها قبل أن يحل البرلمان فيما بعد قيام ثورة 25 من يناير 2011. مليون مبروك للمرأة المصرية بصفة عامة، مليون مبروك للته المربوطة في مصر، خدت مكانها وتستحق أكتر من كده. 10 و20 محافظة و10 و20 وزير ووزيرة، ومش بعيد، مش بعيد قريبا، من غير ما يزعل مني المهندس شريف إسماعيل، يعني أنه قريبا نجد مرأة مصرية رئيسة وزراء. مش عيب ومش حرام، بل بالعكس في رأيي أنه لو تتوفر فيها الكفاءة تبقى فرض عين، لأن الست الحقيقة المصرية لما بتتحط في مكان المسؤولية واضح أنها بتؤدي أداء رائع. عشان نقفل قصة المسؤولين والوزراء والمحافظين ونخش على أخبار تانية، أنا عندي رسالة بوجهها سواء للمسؤولين القدماء اللي لسه موجودين في مكانهم، أو للوزراء التسعة الجدد، أو للخمسة المحافظين الجدد، وبقول لكم العبد الفقير إلى الله، يعني ينصحكم نصيحة بسيطة. هي المنصب اسمه السيد الوزير، والمنصب اسمه السيد المحافظ، والمنصب اسمه السيد المسؤول، صح، وفي هيبة وفي احترام وفي توقير وفي تبجيل وفي موكب وفي عربيات وفي كشك حراسة وفي كل حاجة حلوة، تمام؟ لكن مع كل الهيبة دي أرجوكم ما تنسوش أنكم خادمون للشعب، أنكم أفراد عاديين من الشعب، لا ميزة لكم على باقي أفراد الشعب إلا أن الشعب وكلكم لإدارة أموره، كل في حقيبته الوزارية أو كل في مجال تخصصه. فالمنصب ليس مدعاة للتنطيط ولا المباهاة ولا أن يبقى فيه وزير أو محافظ أو مسؤول على راسه ريشة، بالعكس ده لازم يطاطي راسه وينحني أمام الشعب اللي هو الحاكم الحقيقي، وهو مصدر السلطات، وهو مالك هذه الدولة ومواردها وكل وزارتها. وعلشان أقول لكم إن ده مش أضغاف أحلام، وإن ده مش كلام همايوني، ولا حتى في المدينة الأفلاطونية اللي ملهاش وجود، لا، الكلام ده له وجود في بعض الدول اللي المسؤولين فيها عارفين يعني إيه مسؤولية، يعني إيه إن هو مواطن عادي بس عليه تكليف. انظروا هذه الصور، دي صورة للسيدة ملكة بلجيكا، ملكة بلجيكا. هو أي نعم ملكة بلجيكا مش هي رئيسة الوزراء، يعني هي منصب شرفي بروتوكولي إجرائي رمزي أكبر زي ملكة بريطانيا كده، تملك ولا تحكم، لكن في النهاية ملكة. الملكة بتنزل كل يوم الصبح تاخد أسرتها والولاد أحفادها الصغيرين، ومشيا سيرا على الأقدام بدون حراسة ولا حاجة بتروح توصلهم للمدرسة. دي لقطة رقم واحد. لقطة رقم اتنين، ده بقى مش رمزي ولا بروتوكولي، ده رئيس وزراء النرويج، رئيس وزراء النرويج، رئيس الحكومة اللي هو زي رئيس الجمهورية عندنا، لأن هناك النرويج ما فيش رئيس جمهورية، ورئيس الوزراء ده هو الحاكم بأمره هناك. رئيس الوزراء النرويجي واقف في الطابور قدام مكنة الاي تي ام اللي هي الصراف الآلي اللي موجودة في الشارع عشان يقبض مرتبه أول الشهر، مش بقى مرتبه بيجيله في ظرف وهو حاطط رجل على رجل في المكتب ومع تحياتنا يا دولة رئيس مجلس الوزراء، لا، رئيس الوزراء هو موظف، موظف، وزي ما الحكومة في النرويج بتقول ان كل مرتبات الموظفين بتنزل على الاي تي ام وتروح تستلمهم، رئيس الوزراء نزل خلص مكتبه، نزل لقى فيه 3-4 قدام المكنة، مش قال له وسع يا ولد رئيس الوزراء، وقف ألف رابع أو خامس واحد في الطابور ومستني دوره. ليه؟ لأنه مواطن عادي لا يميزه شيء عن باقي المواطنين، بالعكس ده هو المفروض في خدمتهم. تالت لقطة والأخيرة، رئيس الوزراء الأسترالي، رئيس الوزراء الأسترالي مروح في القطر، مروح في مترو،
وماسك فوق في الحديد عشان ما يوقعش لانه مش ضامن السواق. رئيس الوزراء مروح بمترو. هتقولوا لي هو ينفع؟ اقول لكم ده العادي. اه ينفع. ما ينفعش ليه؟ الراجل عنده محطه مترو تحت المكتب ومحطه مترو عند البيت، نزل من هنا من هنا بدل بنزين وعربيات وزي 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 ويوقف الطريق وبتاع. ليه؟ لان الناس دي فاهمه طبيعه دورها وفاهمه ان المنصب تكليف مش تشريف. اتمنى ان تكون الرساله وصلت. طيب النهارده في لقاء حصل ما بين وزير الصحه وما بين الممثل الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه اللي تم تكليفه هذه المهمه من حوالي اسبوعين ثلاثه في بدايه هذا الشهر، وحصلت مفاوضات ومشاورات ومداولات حوالين التعاون ما بين مصر والمنظمه، بالاضافه الى الاجراءات الجيده اللي خدها مصر تحديدا فيما يتعلق بعلاج فيروس سي، واتكلموا كمان حوالين اعتقد موضوع المسح الشامل لفيروس سي وكذا. تفاصيل الاجتماع معانا من المتحدث الرسمي باسم الوزاره الدكتور خالد مجاهد. مساء الخير وتحياتي يا دكتور. اهلا، مساء النور يا استاذ تامر، تحياتي لحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم بخير. الحمد لله يا رب دايما. الله يخليك يا استاذ. قول لي النهارده كان ايه اهم الكلام اللي دار ما بين وزير الصحه وممثل المنظمه؟ والله الحقيقه السيد وزير الصحه كان بيهني الدكتور محمود فكري على تولي المنصب في اول فبراير الحالي، وعرض عليه سيد مدير الاقليم للمنظمه، عرض على السيد الوزير خطته الاستراتيجيه الخاصه باقليم الشرق المتوسط بما فيها جمهوريه مصر العربيه اللي هي ان شاء الله للخمس سنوات المقبله. والحقيقه اثنى معالي الوزير على توجه المدير الاقليمي بتوفير الدعم للعديد من دول الاقليم خصوصا الدول اللي بتعاني من ازمات. ثم تم الحديث على القضايا المشتركه بين وزارتي الصحه ووزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه، كان اهمها وعلى راسها المسح القومي الطبي الشامل لمرضى فيروس سي على مستوى الجمهوريه اللي المنظمه يعني ان شاء الله هيكون لها دور فيه. هي كان لها دور الحقيقه في وضع الخطه القوميه لمكافحه وعلاج الفيروسات الكبديه وانهاء قائم الانتظار اللي حضرتها السيده مارجريت شان مدير عام المنظمه، وايضا في تقديم بعض الدعم لبعض البرامج التوعيه حول الكشف المبكر والوقايه من فيروس سي. في ايضا الحقيقه موضوع محور ثاني مهم وهو مساهمه منظمه الصحه العالميه في وضع استراتيجية قومية وخطة بينها وبين وزارة الصحة في العمل لضمان سلامة الطرق والتقليل من الحوادث. احنا طبعا معروف عندنا احنا عندنا حوادث سير كثيرة جدا بتحصل، يعني هي مش معنية بها وزارة الصحة لوحدها، معنية بها ايضا وزارات تانية زي وزارة النقل وغيرها. هيكون في بروتوكول خطة وقاعدة بيانات هتتعمل عن حوادث السير وبرامج توعية لتقليل هذه الحوادث. تمام. ودي إن شاء الله دي تم الاتفاق عليها النهاردة. المحور الثالث حتى لا أطيع على حضرتك، يعني تفعيل التعاون فيما يتعلق بتبادل الرأى والخبرات في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. إحنا القانون إن شاء الله الدراسة الإلكترونية في مراحلها النهائية، ثم يعني هيعرض على مجلس الوزراء ويعرض على مجلس النواب أخيرا لتطبيقه. ففي الحقيقة منظمة الصحة العالمية كانت جابت لنا بعض الخبراء العالميين في مجال التأمين الصحي لتقديم المشورة والاسترشاد بالتجارب ناجحة في الدول الأخرى. ممتاز ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور خالد، ونتمنى إن شاء الله المزيد من التوفيق في مسألة الحملات القومية خصوصا للتخلص من الأمراض اللي كانت مستوطنة في مصر زي مرض فيروس سي، واللي تجربته الحقيقة تجربة العالم كله بيشيد بيها. طيب هنروح لموضوع أنا كلمت حضراتكم عنه حوالي 3-4 مرات قبل كده، وكلامي كله كان في اتجاه واحد، وللأسف الشديد موقف الحكومة في هذا الموضوع برضو يظل في اتجاه واحد، بس للأسف عكس اللي أنا بقوله. ربما هم على صح على صواب، بس أنا مش شايف منطق للي هم بيعملوه. الكلام عن قصة اللاعب والنجم المصري الكبير محمد أبو تريكة. أنا كلمتكم قبل كده ومش بحاجة أن أنا أعيد الكلام، أنه أنا متحفظ ورافض ما يحدث مع محمد أبو تريكة. مش رافض أن محمد أبو تريكة على رأسه ريشة أو أنه هو فوق القانون أو أنه محدش يقرب له، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. طبعا أنا بحب أبو تريكة وبعشقه عشق للإنجازات والبطولات والحاجات اللي أسهم بيها سواء لمنتخب مصر أو للنادي الأهلي، لكن برضو أنا بقول أنه مفيش حد فوق القانون. بس أنا منهجي طول الوقت بقول يا حكومة ما ينفعش فكرة التلويش اللي أنتوا عاملينها على أبو تريكة. أبو تريكة إرهابي، لا أبو تريكة إخواني، لا أبو تريكة مول جماعات، لا أبو تريكة مول عمليات، طب هنتحفظ على فلوسه، طب لا شركته مش عارف كذا.
وطول الوقت والمدة طالت وباخت وماخت وساخت، وانا عمال اقول لكم يا جماعة برضو، ما هو ده جزء من، على فكرة ده جزء من تلويث السمعة. زي ما انا كنت بدافع امبارح عن احد الوزراء رغم ان انا ما اعرفوش، وبقول لكم ما تتهموهوش علنا الا لما يكون في دليل، نفس الكلام وانا بدافع عن ابو تريكة، ما تشوهوش سمعته الا لما يكون في دليل. انتوا لحد النهارده ما طلعتوش دليل، وحتى لما جات لكم يا حكومه فرصه ذهبيه، فرصه على طبق من ذهب، ان الراجل ابو تريكه عن طريق المحامي بتاعه استشكل على الحكم بتاع التحفظ على امواله فقبل الاستشكال بتاعه، يعني القضاء قبل الاستشكال بتاع ابو تريكه علشان نشيل التحفظ على امواله. عملت الحكومه ممثله في هيئه قضايا الدوله، وهيئه قضايا الدوله دي تابعه للحكومه، هيئه قضايا الدوله امبارح طعنت على الاستشكال بتاع ابو تريكه، طعنت على قبول الاستشكال، يعني عند تاني، يعني بغلس تاني ليه؟ ده مش بس كده، امبارح هيئه قضايا الدوله طعنت على قبول استشكال ابو تريكه، والنهارده الحكومه بتستعجل المحكمه الاداريه العليا بتقول لهم لا ده احنا مش بس بنطعن، ده احنا بنطالبكم كمان بتحديد جلسه سريعه وعاجله. بلاش سهله سهله، لا لا سهله، يمكن ايه السمع صعب. لا والنبي قرب بس هتلاقي باينه، يمكن السمع فيه مشكله. قرب فين انهي كاميرا بس؟ طيب اهو يا اخوانا سهله اهي. ليه شايفينها؟ شايفينها؟ ليه اهو ليه جلا نفس السؤال، ليه بتعملوا كده؟ ليه بتغلسوا على الناس؟ ليه بتزعلوا الناس منكم؟ ليه عايزين تفقدوا حالة الرضا الشعبي اللي موجودة عند الحكومة، عند الشعب تجاه الحكومة؟ ليه؟ ما عنديش سبب، ما عندي، بقول لك جات لك فرصة ذهبية والقضاء قبل استشكال ابو تريكة وقرر رفع التحفظ عن امواله، اقوم انا جاي اقول له لا انا هطعن على الاستشكال، وتاني يوم بسرعة يا محكمة الإدارية العليا عايزة جلسة عاجلة. هو في خصومة مباشرة؟ ما عندكم دليل طلعوه. عندكم دليل ان ابو تريكه مول ارهاب، مول جماعات، طلعوه وقولوا لنا اهو، حطوا صباعكم في عينينا، ساعتها هنحط لساننا بقنا ونسكت. لكن ليه؟ طيب انا كلمتكم بسرعه، خلاص مش هكلم تاني، كلمتكم بسرعه عن الجدليه اللي حصلت في الارقام النهارده 16 فبراير، والحمد لله النهارده وزاره الماليه قررت تخفيض سعر الدولار الجمركي من 18 جنيه ونص واللي كان ثابت بقاله حوالي شهرين الى 16 جنيه، الدولار الجمركي النهارده 16 جنيه في ثانيه. يعني ايه الدولار الجمركي؟ يعني الدولار اللي الجمارك بتحدد سعر صرفه بالنسبه للمستوردين، حضرتك مستورد مثلا عربيه ب 100,000 يورو، الفاتورة اللي انت بتجيبها ب 100,000 يورو دي عليها ضرائب جمارك مثلا 10%، 10% من 100,000 يعني 10,000 دولار. طب هحسب ال 10,000 دولار دول على كام؟ هو ده اللي اسمه الدولار الجمركي، كان ثابت عن 18.5 لما كان الدولار ثابت عن 18.5 19، الدولار بنزل النهاردة وزارة المالية قررت خفض الدولار الجمركي ل 16. وبالمناسبة الدولار كمان في البنوك بيع وشراء كان بيدور حوالين الرقم 16، وفي احد البنوك كسر ال 16 ونزل ل 15 جنيه 95 قرش. وانا بقول لكم ان شاء الله ان شاء الله البقيه تاتي وهينزل عن كده، طالما الامور مستقره الحمد لله وماشيين كويس، وطول ما الدولار موجود في البنوك ومعروض للصفقات والاعتمادات السنديه والاستيراد ومش عارف كذا، ان شاء الله عمر الدنيا ما هتغلى تاني. وعشان الناس اللي بتهزي في موضوع السنة الصينية والأجازة الصينية، على فكرة الأجازة بتاعت الصين خلصت، عشان الناس بتقولك بس الأجازة الصينية خلصت امبارح، فاللي عايز يستورد أكيد كان بيجمع دولارات بقاله يومين ثلاثة عشان يستورد، فلو كان حصل وأزمة كان غلي وعلي، لكن الحمد لله ما حصلش. فالناس اللي عمالة تبث روح التشاؤم أرجوكم حلوا عنا وخلونا نتنفس الصعداء شوية رجاءً.
طبعا موضوع الأرصاد أنا مش محتاج أكلم حضراتكم عنه، أي واحد فيكم دلوقتي بقى خبير في الأرصاد، وأنا متأكد إن اللي قاعد بيتفرج عليا في البيت دلوقتي قاعد يا إما تحت ثلاث بطاطين، يا إما مشغل دفاية، يا إما مولع في نار، يا إما مولع في مراته، يعني مولع في حاجة علشان يتدفى، جو صقيعي فظيع. والقصة مش، خدوا بالكم عشان بس تبقوا فاهمين، القصة مش في انخفاض درجة الحرارة، يعني درجة الحرارة بتتراوح ما بين 10 و11 وبالليل بتنزل لـ9 على الأقل في المناطق النائية زي المعادي وحلوان و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبتاع، في المهندسين ومش عارف ايه وبتاع وسط البلد وفي وسط المحافظات هتلاقوا درجة الحرارة طول الوقت 11 12. هي المشكلة في برودة الهواء وسرعة الرياح مش في درجة الحرارة، درجة الحرارة ممكن تبقى 5 بس لو مفيش برودة في الهواء ومفيش سرعة في الرياح ما نحسش، لكن دلوقتي السقعة بتخش تنخر في العظم بتوجع، حاجة ساقعة قوي قوي الحقيقة. بس المفيد او المبشر ان الهيئه العامه للارصاد بتقول انه معلش يا جماعه استحملوا النهارده وبكره ابتداء من الجمعه بالليل وصباح السبت الجو سيعود للاستقرار وستتوقف الامطار وستتوقف بروده الهواء كم نتمنى، لانه بصراحه تعبنا. طيب هسيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي هنروح منه للفاصل عشان نبدا حواراتنا في الحال اليوم، تقرير عن احد الاجتماعات اللي عقدتها النهارده لجنه استرداد الاراضي اللي بيراسها المهندس المحترم ابراهيم محلب، واللجنه الحقيقه عامله شغل اكثر من رائع، وانا من المؤمنين انا من درويش اللجنه دي، لان انا اللجنه دي نتاج مطالبتي وكفاحي سنوات في الاعلام ان ارجوكم يا جماعه، ارجوكم يا دوله، ارجوكم يا حكومه، ما تتنازلوش عن الأراضي اللي تم نهبها، مفيش جريمة سرقة شعب وسرقة أرض وسرقة وطن تسقط بالتقادم، كل حد خد أرض بغرض بغير الغرض اللي مخصصة إليه، سقعها، غير نشاطها، باعها، تاجر فيها، نهبها، حقنا ولازم يرجع، وده اللي بيعمله إبراهيم محلب في اللجنة. اتفاق مبدئي مع مستشار الرئيس للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب باستغلال مبنى مركز الثقافة والحضارة التابع لوزارة الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر كمنشأة تعليمية كبرى. كانت لجنة من الأوقاف بحضور محلب قد تفقدت المبنى بعد افتتاحه ووافقت على تأجير المبنى لإحدى الجامعات الخاصة أو المدارس الدولية، وسوف يتم إعلان ذلك بشكل نهائي الأسبوع المقبل بعد إجراء المسح الشامل للمركز وتحديد آلية الاستفادة منه. سيكون هناك اجتماع شهري لمناقشة الخطة الدعوية يضم علماء الدين والاجتماع والنفس والمفكرين، بحيث نخرج في كل شهر إضافة إلى خطبة الجمعة التي ستعالج القضايا الهامة والحيوية وفق خطة معدة، القوافل والندوات والدروس التي تعالج جميع القضايا المجتمعية. وبإذن الله إن شاء الله هذا العام بإذن الله تعالى في 11 و12 مارس المقبل سنعقد المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى، ولأول مرة نخرج إلى أفق أوسع. وزير الأوقاف صرح بأن وزارته تستعد لإطلاق حوار مع شباب من فئات مختلفة لتوضيح المفاهيم الدينية الصحيحة وتقديم أوجه جديدة لما تعرف بتجديد الخطاب الديني، فضلا عن دورات شهرية للأئمة والدعاء تتناسب مع الجهد المبذول في هذا الشأن. انتهينا لأول مرة في تاريخ الوزارة من الحصر الورقي لجميع الأوقاف، والآن بنعمل على 3 محاور: الرفع المساحي وتحويل الورقي إلى إلكتروني وتحديث منظومة الأوقاف وتدريب العاملين لتصبح كل التعامل إلكتروني، حتى في الوزارة أيضا في ضوء خطة الدولة للتحول الإلكتروني والحكومة الإلكترونية. وأعلن جمعة أنه تقرر خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضي للأوقاف طرح 2210 وحدات سكنية ضمن مشروع إسكان الشباب للجمهور، وذلك في مطلع شهر أبريل المقبل. كما سيتم طرح 2584 وحدة بمدينة العاشر من رمضان أوائل شهر يوليو المقبل، والتي قامت هيئة الأوقاف المصرية بتنفيذها. اهلا بحضراتكم، عدنا على الهواء بعد الفاصل. حوارنا الرئيسي النهارده في الحياه اليوم، ضيفي فيه قامه قضائيه وقانونيه كبيره المستشار احمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمه النقد سابقا وعضو المجلس الاعلى للقضاء سابقا. مشرفني ومنورني اهلا وسهلا بالشرف. شرف بسعادتك وبالساده المشاهدين. شكرا جزيلا وشاكرين تلبيه دعوتنا. شكرا سياده المستشار. الحقيقه في موضوعات كتير على مائده الراي العام محتاجين نتكلم فيها،
وانا يمكن كنت لسه بتكلم مع الساده المشاهدين وبدرش مع حضرتك قبل الفصل في القضيه بتاعت ابو تريكه دي، وحضرتك قلت انه لا الحقيقه احنا واخدين اجراءات يعني عادله وكمان تصب في مصلحه المتهمين او الصادره بحقهم بعض الاتهامات وكذا، لكن للاسف الراي العام مش مطلع على ده. حضرتك ممكن سريعا كده تفسر لنا القصه. اولا ذي بدء عقب صدور حكم قضاء محكمه الامور المستعجله بعبدين، محكمه عبدين اصدرت قرار حكمها باعتبار جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه. تمام. وتم استئناف هذا الحكم وقضي فيه رفض الاستئناف واعتبار جماعه الاخوان جماعه ارهابيه. ممتاز. وبالتالي تم تشكيل لجنه برئاسه المستشار مساعد اول وزير العدل في ذلك الوقت وبعضويه بعض عدد من رجال القضاء والرقابه الاداريه والاجهزه الرقابيه لبحث الموضوعين اللي صدر ضدهم احكام، اللي تحت التحقيق، اللي بيجرى تحقيق في امام جهات التحقيق. تمام. وانتهوا الى طلب التحفظ على الاموال دي خشيه تسربها، خشيه تدعيم افراد الجماعه، وتم صدور بعض القرارات من لجنه التحفظ بالتحفظ على امواله. تمام. اللجنه دي ذات لجنه اداريه ذات اختصاص قضائي. صار التساؤل اين يتم الطعن على هذه القرارات؟ هل القرارات دي نهائيه؟ هل لا يجوز الطعن فيها؟ هل القرارات دي محصنه وبالتالي صار الامر نهائي؟ قالوا لا دي غير محصنه ولم يتضمن قرار انشائها تحصينها او نص على عدم جواز الطعن في مثل هذه القرارات. تمام. وبناء عليه اعتبروا ان قرارات اللجنه دي قرارات اداريه وبالتالي يجوز الطعن عليها امام محكمه القضاء الاداري. هي. تم الطعن عليها في محكمه القضاء الاداري وحيلت الى هيئه المفوضين، وكان احد الطعون المقدم اليها من اللاعب المحترم الكبير محمد ابو تريك. صحيح. انتهت هيئه المفوضين الى عدم شرعيه قانون الدستوريه او عدم صحه قرارات لجنه التحفظ وانعدامها، وبالتالي لجنه التحفظ قراراتها منعدم. كويس. في اثناء نظر هذه القضيه امام محكمه القضاء تم صدر قانون الارهاب وتبعه بيانات ارهابيه. ايوه. ونقل كافه المتحفظ على اموالهم الى ادراجهم في الكيانات الارهابيه طبقا لقانون الارهاب الموافق عليه من مجلس الوزراء ومجلس النواب واللي صدر في غيبه مجلس النواب. صحيح. وتمت الموافقه على القانون والقانون الكيانات الارهابيه. تمام. وبدا النائب العام يباشر عمله في ادراج. طيب هنا بعد السيل الانتقادي اللي حضرتك قلته ده وصلنا الى انه اللاعب محمد ابو تريكه استشكل على الحكم والمحكمه قبلت الاستشكال. المحكمة الإدارية، ليه النهاردة هيئة قضايا الدولة طعن بسرعة على قبول الاستشكال وتطلب كمان جلسة عاجلة وكأن الموضوع يبدو أنه يعني ليس فيه هناك غرض؟ ليس هناك غرض أو خصومة. دائما هيئة قضايا الدولة لما ترى في هناك قضية تم الحكم ضد الحكومة أو ضد الرفع لهيئة قضايا الدولة بتباشر حقها على أساس أنها لازم تطعن إذا وجدت أعوار في الحكم. فهنا وجدت هناك تعارض ما بين القضاء العادي والقضاء الإداري. رأيي يقول إن القضاء الإداري ملهوش اختصاص في هذا المسألة، دي مسألة قضائية من اختصاص القضاء العادي، وبالتالي محكمة القضاء الإداري إن هو المفروض اختصاص مين يا فندم؟ المفروض اختصاص القضاء الإداري حاليا. طيب. تبقى لطبيعة العمل لجنة التحفظ، إنما منذ إدراج المتحفظ على أموالهم على قائمة الكيانات الإرهابية ولم تقتصر على اللاعب أبو تريكة بل تضمنت حوالي مظبوط بس هو كان الأشهر يعني أبو تريكة. أنا بقول سعادتك منهم الراجل بتاع جهينة صحيح وغيره 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 1500 أو أكثر من 1500 تم إدراجهم على الكيانات الإرهابية. وأنا ما قلتش تحفظ دائم أو مصادرة ده أنا بعرض أمرهم على المحكمة الجنائية. بس حضرتك أدرى مني طبعا سيادة المستشار وأخبر مني وحضرتك فقيه إنه
بعيدا عن الواقع القانوني لسير العملية، بما ان انا ما قلتش مصادرة وما قلتش كذا، بس طول فترة الاتهام ده بيدي لازم صورة ذهنية وبيؤثر على الشخصية الاعتبارية وبيؤثر على الصورة الذهنية للناس، خصوصا لما يكون شخصية عامة. أنا أدرى مني طبعا، أنا أشاركك في هذا الاتجاه، وكلنا نتمنى سرعة الفصل في كافة القضايا المعروضة وسرعة تحديد مراكز المتحفظ عليهم أو المحلل للتحقيق أو المحاكمة، أو لابد من سرعة الإنهاء. العدالة الناجزة اللي بيطالبوا بيها والشعارات اللي بتطالب بالعدالة الناجزة، احنا بندعم ونتفق ونلح في سرعة الفصل. سرعة الفصل بيتم ازاي؟ صحيح، تحقيق النيابة العامة، النيابة العامة بتباشر التحقيق، بيتم عرض الأمر على محكمة الجنايات، محكمة الجنايات بتشوف طلبات المتحفظ عليه، وبعدين القانون عطاهم الحق الطعن أمام محكمة النقض. تمام، والمدة حددت في مدة التحفظ في حالة عدم التصرف. وعدم، بس كل ده لازم يخلص بسرعة عشان العدالة الناجزة تبقى هي العدالة الحقيقية. أنا متفق مع سعادتك في هذا الموضوع، وأنا بطالب برضو بسرعة التحديد وضع المتحفظ عليه. طيب أنا عايز أسأل حضرتك عن خبر له علاقة بالوضع القانوني، يعني دلوقتي وفقا للقوانين اللي صدرت والأثر القانوني، محمد أبو تريكة دلوقتي مثلا هو خارج البلاد، لو وصل إلى مطار القاهرة يتم القبض عليه؟ لا يتم القبض، هو لا يتم القبض، هو مش مطلوب القبض عليه. هو مطلوب حضوره أمام النيابة ليبين هذه الأموال مصدرها إيه. أنت في محضر محرر ضده أثبت بعض موضوعات معينة، هيتم مواجهتك به، هل تشكل جريمة ولا ما تشكلش جريمة؟ تمام، وبعدين لكن التحفظ على أمواله ليس معناه أن في قرار بترقب الوصول. إطلاق. تمام إطلاق. تمام، طيب خلونا ننطلق من هذه القصة، بس برضو عايز أخد منها عبرة من الكلام اللي حضرتك قلته، أنه إحنا رغم أن إحنا دولة دستورية عريقة ودولة قانونية عريقة وقضائية عريقة، لكن إحنا مكدسين بكم هائل من القوانين، وربما كمان في بعض التناقضات ما بين القوانين وما بين سلطات القضاء، زي ما حضرتك قلت من شوية إنه إحنا عايزين نعرف هو دي تبع القضاء الإداري ولا تبع صراع، يعني حضرتك طبعا هتسميها الوصف الأدق مني، لكن في النهاية ما ينفعش دولة بعراقتنا وقدمنا الدستوري والقانوني نبقى بنقع في هذا الصراع إذا جاز التعبير. المفروض إن إحنا بنتقدم، وكل شوية بيبقى في عندنا نوع من أنواع تحديد الصلاحيات وتحديد الاختصاصات والعدالة الناجزة وسرعة التقاضي، بالعكس إحنا بنعود للخلف يا أستاذ مستشار. هناك ظروف خارجة عن إرادتي وإرادتك حكمت هذا الموضوع بعد قيام ثورة يناير، ثم أعقبها 30/6 الحدث إن كل مرافق الدولة أو أجهزة الدولة حصل فيها اضطراب ولم تنتظم. إحنا بنعاني كمرفق قضاء أو أجهزة جهات قضائية من نتيجة الفوضى اللي لمت بهذا البلاد، من يعني القضاء بيعاني من الفوضى اللي حصلت، معاناة شديدة نتيجة حرق أجهزة مباني المحاكم، نتيجة بس ده يا فندم ما يخلينا نقع في هذا. يعني مثلا في بعض الأحيان وأنا بتابع في شغلي في الإعلام من سنوات، ألاقي مثلا حد طلع في موضوع معين وتوجه به إلى محكمة الأمور المستعجلة وخد حكم منه، فيرجع يطلع بعض الفقهاء والخبراء القانونيين يقول لك أساسا انت ايه اللي دخل محكمة الأمور المستعجلة في هذا الموضوع، ده موضوع تبع القضاء مش عارف كذا، فيقول لك الحكم ده كأنه ملوش علاقة. هو اي حد يروح لأي محكمة تنظر وتتصدر للقضية؟ محكمة الأمور المستعجلة دايما بتختص بالشق المستعجل، في بعض الأمور بتروح لها مش مستعجلة يا فن. لا، هناك مغالطة ومع ذلك بتتصدر للدعوة، تكون لها مغالطة. هنا يتعين الحكم بعدم الاختصاص. تمام، انما انا كقضاء مستعجل علي ان اتحسس من ظاهر الاوراق، هل هناك ضروره والطلب الطلبات مستعجله بطبيعتها، بحيث لو انتهى فتره من ده المفروض لان في بعض الناس بتتذاكى، بعض المحامين يعني بتذاكوا وبيبقى فيه سير تقاضي عادي ومرايح لمحكمه الامور المستعجله واخد حكم، الحكم ده ما بيبقاش
هينفذه بقدر ما بيبقى وسيله ضغط حيلة ويشتغل بيه اعلاميا. حيله قانونيه بيلجأوا ليه؟ حيله قانونيه. حيله قانونيه بيلجأوا ليه؟ طب المفروض محكمه الامور المستعجله تنتبه لده يا فندم. احيانا محكمه في الغالب الاعم 90% بتحكم بعدم اختصاصها واحالتها الى محكمه الموضوع. محكمه الموضوع هي المحكمه الاصليه صحيح. المختصه بالنظر هذا الموضوع، الا انه رغبه في الكيد، رغبه في الحصول على حكم مستعجل، يقول لك المحكمة جايز تحكم لي. أيوة. بتلجأ للقضاء المستعجل. القضاء المستعجل أحيانا يحكم وأحيانا بيحيلها للمحكمة المختصة بنظر هذا الموضوع. صحيح. نتمنى في هذه الدورة مجلس النواب إن ووزارة العدل الاثنين متفقين على إحداث تغيير كامل في كافة القوانين المتعلقة بمصالح الجمهور. نتمنى. نقطة تانية لو سمحت لي يا استاذ مستشار، متعلقة برضو بالكلام اللي احنا بنقوله والهدف اللي حضرتك ذكرته في بداية كلامك، وهي فكرة العدالة الناجزة. كلامنا عن قانون الإجراءات الجنائية، كيف يمكن أن نطلب عدالة ناجزة في ظل قانون الحقيقة يدعو إلى البطء والتسويف والتمهيل وضياع حقوق الناس؟ وأنا سمعت تصريح لحضرتك، حضرتك تؤكده لي أو تنفيه، أن حضرتك قلت حتى التعديلات العادية على هذا القانون لن تؤتي ثمرها. هو سعادتك قانون الإجراءات يتعين السرعة في تعديله. احنا اعتقد ده صادر حاجة وخمسين سنة. انا بقول سعادتك 1950. يا نهار ابيض. 1950 في الزمن اللي كانت مصر عددها 18 مليون. صح. النهاردة عددنا 93 مليون. مظبوط. النواحي الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الأخلاقية، صح. نوع الجرائم حتى نوع التركة. الجريمة تغير. في جرائم لم تدرج في قانون العقوبات. مظبوط. الجرائم الإلكترونية والجرائم الإلكترونية، الملكية الفكرية. الملكية الفكرية قننت أخيرا وصدر القانون في 2002، حددت الملكية الفكرية واقتصادها كما الاقتصادية. إنما قانون الإجراءات ساعتك ليتعين السرعة في تعديله. تعديله ولا تغييره؟ تغييره أو تعديله. إيه الأصلح؟ الأصلح مراجعة قانون الإجراءات من أول مادة لغاية المادة 445 في قانون الإجراءات. في هناك مواد تصلح للتطبيق، مواد ما فيش ضرورة لتغييرها. تمام. إنما هناك مواد يتعين إلغائها وتعديلها في هذا المجال، النطاق اللي يجري البحث والتغيير قانون الإجراءات الجنائية. تمام. السيد الرئيس السيسي طالب رجال القضاء أكثر من مرة ورجال القائمين على القانون عقب اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام وعقب حريق الكنيسة البطرسية بضرورة تفعيل وتغيير وتعديل القوانين المقيدة لرجال القضاء. صحيح. مجلس النواب استجاب لهذا النداء، وزارة العدل استجابت لهذا. ما أنا سبب سؤالي بس أنه أخشى أنه بسبب الوطأة الظروف اللي حصلت والأحداث اللي حصلت نقوم بتعديلات وما تحدث التأثير. أنت فاهم أن التعديل القانون أو صياغة القانون أو إنشاء المادة أو إنشاء القانون ليس بسهولة بمكان. صحيح. إنما يتعين هناك البحث والتدقيق والصياغة، وليس هناك تعارض مع نصوص أخرى ولا آخر. إحنا عندنا مشروع قانون إجراءات تم سنة 2002 وكان برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي اللي كان نائب عام ووزير عدل. تمام. وضم نخبة من رجال القضاء والقانون، وانتهى هذا المشروع سنة 2002، قعدوا يشتغلوا فيه لمدة سنتين كاملتين. وتم الانتهاء منه وأرسل لوزارة العدل على أمل أن يناقش. طيب. إلا أنه في ظل الكلام اللي احنا بنقوله عن تنقية القوانين وتعديل القوانين، وحضرتك طبعا أستاذ في هذا المجال، هل عندنا قوانين متضاربة؟ هل عندنا قوانين يعني تمثل وجودها بتضارب، نوع من الثغرات اللي البعض بينفذ منها؟ لا، هو هناك قوانين خاصة ملحقة بقانون العقوبات، وقانون العقوبات برضو لابد إعادة النظر فيه لتغيير الجرائم فيها وتشديد العقوبات على أساس العقوبات أصبحت سهلة، المصروف الموجودة سهلة وبسيطة. يعني القانون اللي معمول سنة 50 لما يعمل غرامة 50 جنيه ده 37 دلوقتي 50 جنيه ده صح قبل ما اعمل العقوبة. جريمة فض الأختام
اللي بتوضع على المحلات العامة أو الكافيهات المشكلة المزمنة اللي بنعاني منها بعد ما يتم تشميع المكان ووضع الأختام عليه بيجي أي شخص سواء كان صاحب المحل أو غير أي أيا كان بيفض الختم بيحيل المحضر تحمل محضر وجدنا فض الأختام تم فض الأختام الموضوعة بمعرفة فلان ولما نجد العقوبة إيه بقى؟ العقوبة 100 جنيه غرامة أو حبس 3 شهور أو 6 شهور لا تزيد عن ذلك. وده كلام ما يصحش طبعا، لابد إعادة النظر في هذا للغش. غش الأغذية اللي احنا بنعاني منه ده أنا اتكلمت فيه كتير، ده قلت أنا أروح زي الناس اللي بنقبض عليهم دلوقتي بالمفتشين التموين والطب البيطري وبتاع اللي بيبيعوا لحمة الحمير. لا دور لمفتش تموين ولا البيطري في الشارع المصري لا سيبك يا ريس، حتى لو افترضنا ان في بعض الناس بيتمسكوا العقوبة ايه؟ العقوبة جنحة. جنحة بقى انا اسمم الناس واجيب لبيب فاسد ولا فراخ فاسدة ولا اذبح حمير وابيعها لانها لحم بقري واخد غرامة 500 جنيه. محل مراجعة حاليا بيتم سعادتك ومنتظرين وزارة العدل تقدم مشروعاتها القوانين ولن تنتهي الدورة الحالية الا بعد الانتهاء من ذلك. انا سبب سؤالي هنا انه انا معلوماتي طبعا وحضرتك اخبر مني انه الفلسفه الرئيسيه في العقاب هو الردع، هو احداث الردع، الردع والسرعه. تمام، فاذا لم يكن الردع متوفر فيبقى العقاب ساعتها ملوش لازمه. انا لما بقول لحضرتك في ناس بتقول لك لا يا عم مالكش دعوه انا هعمل العقوبه وادفع الغرامه، فخلاص يبقى الردع انتفى. صحيح، فلو انتفى الردع يبقى شكرا. اتفق مع سعادتك في هذا، ويتعين تشديد العقوبة مع سرعة التطبيق والتنفيذ. تمام، إنما اللي أهدر القيمة القانونية للقانون هو ضآلة العقوبة أو بساطة العقوبة. ما فيش سرعة في الإنجاز. دي اللي دفع النهاردة كل واحد بيعمل حاجة اللي عايزها. تمام، الكافيهات اللي اتعملت، المحلات الموجودة في الشوارع الرئيسية، مظبوط، الباعة المتجولين اللي بيفتح اللي بيبني بدون ترخيص، كل شيء مباح. احسنت، لان الناس بالبلدي كده مش خايفه من القانون، مفيش، بيعتبروا ان مفيش قانون. صح، ده كلام مظبوط. طيب في نقطه ثانيه سريعه متعلقه بمبادره انا متبنيها على الاقل اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول، وهي مبادره الحفاظ على الاعراض والذمم الماليه للناس. انا بطالب سواء وزاره العدل أو مجلس النواب، الجهتين اللي قادرين على التشريع في هذا البلد، إن هم يشرعوا قانون يحافظ على ذمم الناس حتى يثبت العكس. وأنا اتكلمت عن واقعة بتاعة وزير الزراعة الجديد منذ أن أتى وأعلن عن اسمه أول امبارح، وسيل من الاتهامات انهالت البلد بالفساد والشبهات والرشوة وكذا 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 وكذا، مش كبلاغات، لا كاتهامات مرسلة في الإعلام مواقع التواصل، درجة أن الرجل شوه قبل أن يجلس على مكتبه، أن يحلف اليمين. تمام، فلما تقصيت أنا القصة فاكتشفت أن في شخص مقدم 10 بلاغات ضده، والعشر بلاغات كان نتيجتهم الحفظ، لكن الشخص ده مع بقية الأشخاص بقى التانيين ونواب امبارح في مجلس النواب وبعض الصحفيين وبعض الشخصيات العامة طلع في التلفزيون بتقول إيه؟ الراجل ده فاسد، إزاي تجيبوه كذا؟ طب هو إطلاق التهمة دي مش تهمة في حد ذاتها؟ لا، تشويه السمعة. مش جريمة؟ تشويه السمعة. طيب احنا ما عندناش للأسف قانون يعاقب على ده. هو عندنا البلاغ الكاذب. البلاغ الكاذب برضو ده كلام، يعني انت عارف حضرتك انه هزار. برضه مش سهلة. يعني حاجات بسيطة جدا. طبعا. إنما خطيرة بالنسبة لمن تقع عليا. أنا يطلع عليا الناس تكلم كده وتقول لك أنا فاسد الذمة وكذا، وبعد كده أطلع بريء، فأنا أفضل طول الناس طول الوقت مدان قدام الناس. أجهزة الإعلام تناولت هذا الموضوع بشدة وبشراسة. وكان يتعين على متحدث رسمي يطلع من الحكومة أو أي جهة. طب ليه ما يبقاش عندنا قانون مغلظ العقوبة يجرب أي حد يتكلم في سمعة الناس أو في ذمة الناس بدون حكم قضائي؟ بدون ده بيقول ما كمان مش حكم قضائي، حكم بات، يعني ما أقدرش طبعا أخدش ذمتك المالية إلا إذا أنت عارف. وزير الزراعة دخل معايا على التليفون امبارح ولا أول امبارح سيادة المستشار، وأنا بكلمه وبقول له طبعا إحنا يعني واثقين في براءتك إلى أن يثبت العكس ومش عارف إيه وبكل التوفيق وكذا. الرجل على التليفون قال لي كده، قال لي انا اسرتي مكسوره. صحيح. من ساعه ما تردد اسمي وانا اسرتي عماله تقرا في الجرايد وتسمع في التلفزيون وتشوف على مواقع التواصل الاجتماعي الفاسد المرتشي الحرامي كذا، فانهي نفسيه اللي انا اقدر اخش اشتغل بيها وازاي اواجه اسرتي؟ اوائد المختصين اللي بيشتغلوا معي ازاي؟
ازاي؟ لما ينظروا لي ان انا كذا وكذا وكذا على اي وضع كان، تمام، صحيح او غير صحيح، صحيح. انما برضو الثوب الابيض ده يعني اصبح مش نقي، اصبح مش نقي، اه للاسف. مش قول بنقول عليه حسن السمعة؟ طبعا طبعا. والنقطة السوداء تلوث الثوب الابيض، يتعين ان يتمتع بحسن السمعة، صح، والسلوك الطيب. احسنت احسنت. انما النهارده كله بي احنا محتاجين ثورة تشريعية يا سيادة المستشار. ان شاء الله تتم ان شاء الله. ان شاء الله المستشار حضرتك شرفتني ونورتني. انا يسعدني ذلك. شكرا، السعادة والشرف ليا، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى ننهل من علم وخبرات حضرتك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. عمرك شكرا جزيلا. شكرا. بشكر سيادة المستشار ونذهب الى الفاصل، وبعد الفاصل نكمل حواراتنا في الحال اليوم. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. تاني حواراتنا النهارده في الحال اليوم متعلق بوضع الاحزاب المصريه، وزي ما كنت كلمت حضراتكم اكتر من مره خلال الشهر اللي فات انه في كثير من الاحزاب خصوصا اللي خرجت للنور بعد ثوره 25 يناير اصابها الكثير من المشاكل والانشقاقات والتقسم الى احزاب وجبهات وكذا. وكنا اول امبارح تابعنا ما يحدث في حزب المصريين الاحرار ومحاوله ازاله المشاكل، وكنت من حوالي 10 ايام بنتكلم عن حزب الدستور، وكان ضيفي في فقره هنا على الهواء في استوديو الحياه اليوم الاستاذ خالد داوود الصحفي والباحث المعروف، واللي وقتها كان اعلن فوزه بالانتخابات برئاسه حزب الدستور. واتكلم معاه الاستاذ خالد هنا عن الطريقه اللي هو انتخب بيها والطريقه اللي هو كسب بيها وما يمكن ان يقدمه للحزب ومستقبل الحزب وكذا. وفي اخر الحوار تدخل معانا ضيفي الان الاستاذ محمد يوسف المتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو المكتب السياسي، اللي برحب بيه وبقول له اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ تامر. تدخل معانا هاتفيا لمده دقيقتين في نهايه الحوار وقال لا الكلام ده مش دقيق وانه عندنا وجهه نظر اخرى محتاج ان احنا نتكلم فيها. فبما اننا نتبع هنا في البرنامج مبدا الراي والراي الاخر وان حق الرد مكفول للجميع، استضفنا الاستاذ محمد وهنعطيه نفس الوقت اللي خده الاستاذ خالد ل الإعراب عن وجهة النظر الأخرى. أستاذ محمد، هل حقيقي أن حضراتكم فوجئتوا بالانتخابات اللي حصلت دي وأنه عرفتوا من السوشيال ميديا ومواقع التواصل أن خالد داوود أصبح رئيسا للحزب؟ خليني بس يعني أحط الأمور في سياقها الصحيح. تفضل. أولا لم تجرى انتخابات في حزب الدستور إحقاقا بقى، يعني عشان خاطر إيه يعني أنا النهاردة بوضح اللي تم واللي حصل. لا، هو لم تجرى من الأساس انتخابات داخل حزب الدستور. تمام. يتهيأ لأي أحد مستمع أو قارئ أن الإلكشن بروسيس أو عملية الانتخاب فبيجي دايما في ذهنه إيه؟ أن في مثلا صناديق انتخاب، في مقر الانتخاب، في أعضاء تمت دعوتهم للانتخابات، ومن ناحية الشق القانوني أو اللائحي فبالتالي أجريت عملية الانتخاب. كويس. لم يحدث هذا، وبالنسبة للشق اللائحي أو القانوني لم يحدث هذا. فده في البداية. في جزئية بس يعني برضو أحب أنوه عليها في بداية الحديث، احنا عندنا في حزب الدستور يمكن لو رجعنا بالتاريخ لورا في 2014 قدمنا انتخابات رائعه اشاد بها كل المتابعين يمكن بحزب لحزب الدستور او حتى كل المتابعين للوسط السياسي المصري. نفس الفكره لو النهارده بنقول ان في ثمة خلاف او تعدديه في وجهات نظر او نقدر نقول ان في مجابهه، نقدر برضو ناكد على ان المهم جدا نقدم نموذج ايضا في كيفيه الاختلاف. كل الاحترام والتقدير لخالد او اي زميل متفق مع وجهه نظره، لكن طبقا لما هو منصوص عليه لائحيا وطبقا لما تقوله الاوراق فان ما تم ليست عمليه انتخابات باي شكل. طيب قبل ما نخش في اللوائح ووجهه نظر حضرتك، امال اللي تم ده ايه؟ يعني اللي حصل من كلام الاستاذ خالد انه حصلت انتخابات وهو فاز بالتزكيه. تمام. في حقيقه الامر ان 23/10/2016 و11/11/2016 صدر قرارين من مجموعه داخل الهيئه العليا اعلنوا ان في انتخابات ستجرى لحزب الدستور، وبناء عليه او بعد ذلك مجموعه من اعضاء الهيئه العليا تقدموا بالطعن لدى مجلس الحكماء، ومجلس الحكماء معروف او طبقا لما هو منصوص عليه لائحيا هو الجهه المنوط والمخول بها لائحيا للاشراف على الانتخابات. بناء على الطعون التي تقدمت لمجلس الحكماء تم اتخاذ العديد من القرارات، منها بطلان تشكيل تلك اللجنة، منها بطلان قرارات الهيئة العليا، وتم اختار لجنة شؤون الأحزاب بما تم. لكن ما حدث أنا أعتبره
يعني للأسف نوع من الالتفاف أو محاولة الالتفاف على اللائحة الداخلية. وإذا كنا حزب أو نموذج بنقدمه في محاولة احترام القوانين الخارجية أو حتى الدستور فبالتالي من باب أولى اللي احنا أيضا داخليا نحترم تلك اللوائح وتلك القوانين المنظمة. طيب قل لي إيه المشكلة في حزب الدستور؟ يعني أنت المتحدث باسم حزب الدستور وموجود في المكتب السياسي، إيه المشكلة؟ إيه اللي أدى إلى أن الحزب اللي كنا كلنا مستبشرين بخير في انطلاقه، طبعا يعني أنا عندي شوية مشاكل مع الدكتور البرادعي دي بس خليها على جنب باعتباره الأب الروحي يعني ومؤسس الحزب، لكن في النهاية إحنا بنتكلم عن مؤسسة وكيان مش بنتكلم عن شخص، الشخص يرحل لكن الكيان يبقى. صحيح. أو المفروض هكذا. صحيح يعني. مظبوط. وزي ما أنت قلت كان في الانتخابات الرئاسية بعد كده على مقعد الحزب كانت انتخابات جيدة ومرت بسلامة وسلاسة شديدة. تمام. إيه اللي أدى إلى هذا التدهور وجبهات وانشقاقات؟ شوف في العموم لو بنتكلم على مشاكل الأحزاب المصرية ككل بعد 25 يناير أو حتى منذ القدم على فكرة المشاكل الداخلية اللي بتطرأ على الأحزاب، ده أمر موجود يعني مش غريب إن تحدث مشكلة ما داخل الحزب. أما فيما هو متعلق بأحزاب ما بعد 25 يناير تحديدا هنلاقي إن احنا في إشكالية، أولا قلة الخبرة والممارسة، في إشكالية في زي ما احنا بنقول توزيع الموارد المالية أو إدارتها، في مشكلة في التواصل والخطاب اللي هو الموجه للجماهير والقاعدة العريضة. يمكن حزب الدستور تحديدا من الأحزاب الناشئة أو التي تمخضت عن 25 يناير. الشارع المصري بعد استقباله 25 يناير يمكن إذا كان رؤيته الأحزاب أو إذا كانت الأحزاب ديت هي المسارات المفروض التي ستتبع أو ستكون القناة التي يستطيع من خلالها أن يعبر أو أن يدلي بصوته، لم يهضمها بالشكل الكافي. بناء على ما تم أو بناء على أن هذا هو ما قدمه الحزب، يمكن ده موجود في بنيته الداخليه ان شباب موجود ومتحمس ما لهمش باع كبير قوي في الاحزاب، رؤيات مختلفه. ويمكن انا اشرت في 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 سابق حوار ليا عن ان الحزب الذي بدون هويه عرضه لاي وقت لاشكاليات كبيره جدا من الداخل. صحيح. يمكن بس هو ده معناه ان انتوا حزب بدون هويه؟ الحزب الدستور في تأسيسه لم ينحاز لأي هوية أو لم يعلن بالتحديد هويته إيه، عشان بس نبقى هو بصراحة إيه؟ يعني أنا مش عايز طبعا أنا اللي أقول رأيي، بس هو الرأي العام وقتها كان عارف أنه الأحزاب التي تأسست بعد 25 يناير كانت مرتبطة بمؤسسيها، يعني كان بيتقالك ده حزب البرادعي. تمام. حتى المصريين الأحرار اتقالك ده حزب نجيب ساويرس ده كذا. فأنا كنت خوفي ساعتها أن الأحزاب المشخصنة فرصتها للبقاء والاستمرار والصمود بتبقى صعبة، لأنه أي هزة تحصل لمؤسس الحزب الحزب كله بيتأثر. تمام. هو فكرة المؤسس أو الداعي لتأسيس الحزب طبعا بيلعب دور كبير جدا، وبيبقى طبعا ليه جمهور، ودكتور بلدي قامة وليه مريدين كتير وليه متابعين كتير، ويمكن هو السبب الرئيسي في انضمام العديد من الأعضاء للحزب. لكن أيضا مواقف الحزب وبرنامجه وماذا يريد الحزب وماذا يقدم أيضا كان من أسباب رواجه، يعني ده برضه ما نقدرش نغفله. اما في حاله ان دكتور البرادعي مش موجود وحاليا الحزب قام، بالفعل الحزب قام. هل دكتور البرادعي يتدخل في الشان الداخلي في الحزب؟ لا، دكتور البرادعي لا يتدخل نهائيا، ليس له علاقه الان بالحزب من قريب او من بعيد، لا يتحدث ابدا خالص. لا 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 ما بيتواصلش معاك. لا لا، دكتور البرادعي لا يتدخل في الشان الداخلي للحزب. طيب الفكره عايز اسميها ايه، فكره توزيع الغنائم دلوقتي اللي حصل جوه الحزب، اللي هو كله حد عايز يلحق ياخد جزء من الكعكه او يلحق ياخد منصب او يلحق ياخد كذا، ده التطور السلبي ده في رأيك تفسيره ايه؟ تعود جذوره لايه؟ هل انه غياب القيادة، غياب العقل الجمعي للحزب؟ شوف يا استاذ تامر، يمكن انا في البدايه لما قلت لك على فكره ان احنا نضع الامور في نصابها صحيح او المرادفات نستخدمها بشكل سليم، لما قلت ان مفيش انتخابات اجريه داخل حزب الدستور، ده انعكس على الاعضاء او انعكس على الامانات اللي هي موجوده داخل الحزب. هنلاقي مثلا امانه زي محافظه بورسعيد، تمام، وهي امانه محترمه واعضائها نشطين جدا وليهم انشطه كبيره جدا داخل الحزب، علقت على ما تم وما دار داخل الحزب؟ لا، هي ترفض ما تم وما دار وتدعو الجميع اللي هم الهيئات او حتى كل من له حيثيه داخل الحزب من مسؤوليه بالتوافق. امانه اسماعيليه رفضت استقبال الاستاذ خالد داوود، امانه الاليوبيه رفضت استقبال الاستاذ خالد داوود، امانه الغربيه اعلنت عن رفضها وتقدمت للاسف، وما كنت اود ان اقول هذا، تقدمت ببلاغات للنيابه ضد الاستاذ خالد داوود بانتحال صفه رئيس الحزب. امانه الدقهليه لما استاذ خالد زار هناك الامانه 19 او 20 عضو من الامانه من اجمالي 290 عضو داخل امانه الدقهليه. فبالتالي
ما اقدرش اقول ان الاغلبيه او في حاله اللي احنا بنقول ان في يعني في تركه لا كبيره، لا ما اقدرش اقول كده، لان الغالبيه فعلا تمام يرفض هذا المسار ويرفض ما تم. الفقاعه الاعلاميه اللي اتعملت للاسف برضو ديت يمكن اثرت كتير على وضع الحزب، فكره ان انا اعلن عن ان انا تم انتخابي بالتزكيه كمان افوز، يمكن ديت عمليه اجحاف، لان انا النهارده لو عضو ومن حقي امارس عمليه الانتخاب فانا على الاقل حتى يتم دعوتي للانتخاب اعلم واخطر بهذا الاستحقاق، ان انا من حقي ان انا ادي صوتي. ما ينفعش ان انا مره واحده افاجئ ان انا اقول ان تم اختيار، مع الاحترام طبعا للاستاذ خالد، والموضوع هنا مش متعلق بشخصه ابدا ولا متعلق بكفاءته ولا قدرته، لكن الفكره في المسار المتبع ده في عمليه اجحاف على الاعضاء الداخليين. وبالتالي ما اقدرش اقول ان للاسف يعني ان هم اقليه موجوده انقلبت على باقي الجموع داخل الحزب. واذا كنا احنا بنقول هو هنا، انا اسف للمقاطعه هنا يا استاذ محمد، هو هنا المعيار ايه؟ يعني فكره ان انا اقول ان دول اقليه ودول اغلبيه او دول انقلبوا على الجموع الحزب او ما، هنا اكيد في معيار اسمه القانون اكيد، وهنا في حاله الاحزاب اسمها اللوائح طبعا، اللائحه الداخليه او اللائحه الاساسيه للحزب. تمام. الأستاذ خالد بيقول إنه القصة لها علاقة باللجنة التي شكلت لإدارة الانتخابات. تمام. وحضراتكم بتقولوا لا، في حاجة اسمها مجلس حكماء أو لجنة حكماء. تمام. اللائحة بتقول إيه؟ اللائحة عندنا تحديدا، أنا بحب دايما أصلا ما بقاش قال وقيل، في فكرة مزبوط. في حاجة حكم بينا. تمام. المادة 98 99 168 توضح كيف تجرى الانتخابات داخل حزب الدستور، وبالتالي فسرت تلك المواد او تحدثت تلك المواد عن كيفيه اجراء الانتخابات ومن هي الجهه التي تدعو للانتخاب وتشرف على عمليه الانتخابات. تمام. وبالتالي من تعتمد نتيجه الانتخاب. بتقول ايه بقى المواد دي؟ المواد 98 و99 جابها لحضرتك يعني فحواها، يعني فحواها هي موجوده عليها. قدامي دلوقتي كلها بتتكلم عن الانتخابات بتجرى باشراف من مجلس الحكماء، سواء انتخابات قاعديه او حتى انتخابات على مستوى مركزي. المقصود بها مستوى مركزي اللي احنا بنقول رئيس امين العام وامين الصندوق والامانه العامه للحزب. يعني كل انتخابات الحزب المواد بتقول انه لجنه الحكماء او مجلس الحكماء هو اللي بيشرف عليها. بالظبط. تمام. اما فيما اعتمدته الهيئه العليا، الهيئه العليا المواد المنظمه لعملها داخل لائحه الحزب من 25 لغايه 29 لم تتحدث ابدا عن ان الهيئه العليا لها دور ولو بكلمه في عمليه الانتخاب، يعني إطلاقا. حتى ما فيش جمله، لا ما فيش حتى جمله ولا كلمه تشير ان الهيئه العليا من الممكن ان تكون جهه في الاشراف على الانتخاب او حتى ترشيح اعضاء واعتماد نتيجه انتخابات. تمام. طيب وفقا للوضع الحالي ايه اللي انتوا بتخططوا له او ايه اللي بتحاولوا، اولا مش عشان يعني تنافسوا خالد او تسقطوا خالد او كذا. تمام. عشان تنقذوا الحزب. عشان ننقذ الحزب طبعا، وهو دوت اللي تم. يمكن قبل اللقاء كنت في مناقشه كده مع سياده المستشار اللي كان موجود، المستشار احمد عبد الرحمن، واقامه قانونيه، وكان بالمناسبه شغل فتره رئيس لجنه شؤون الاحزاب. تمام. تمام. ودارت المناقشه على يعني توفيق الوضع قانونيا داخل اللجنه، وهو يمكن وضح اكثر من نقطه. النهارده انا كلجنه او كهيئه موجوده داخل الحزب، مجلس الحكماء هي التي يعتد بها داخل لجنه شؤون الاحزاب طبقا لايه؟ طبقا للائحه. يوم 17 مارس القادم انتخابات حزب الدستور، والرساله هنا اوجهها لكل الاعضاء، اوجهها لكل التيارات السياسيه، اوجهها لكل الاعلام والمواقع الاخباريه ان انتخابات حزب الدستور ستجرى يوم 17. والرساله دي موجهه كمان من وجهه نظرك حتى الاستاذ خالد لو عايز يتقدم لرئاسه الحزب طبعاً يتقدم. طبعا ده حاجه اكد عليها، هو لو عايز يتقدم في سياق الاشراف الاجرائي لمجلس الحكماء على الانتخابات مفيش ادنى مشكله طبعا، ده من حقه وما حدش يقدر. لكن رسميا الحزب بيعلن، حزب الدستور بيعلن انتخابات على منصب رئيس الحزب. تمام. يوم 17 مارس القادم. يوم 17 مارس، واعتقد انها انتخابات ستشهد ايضا، وهتبعتوا دعوه لكل اعضاء الجمعيه العموميه. طبعا ده بالفعل بدات اللجنه الحاليه اللي هي المشكله من قبل مجلس الحكماء، ارسلت اكثر من 2000 رساله على البريد الالكتروني للاعضاء لاختارهم، وارسلت ايضا خطابات موجهه لامناء المحافظات ان الانتخابات ستجرى يوم 17. كمان برضو اؤكد على حاجه، لان احنا برضو ما منفصلش عن الواقع اللي هو المحيط بالحزب، هيئات او منظمات من المجتمع المدني ستتابع الانتخابات. المستشار احمد لسه من شويه برضو يعني مشكورا وانا بتكلم معاه قال ما عنديش اي مشكله لو انا اتابع الاجراءات كقامه قانونيه، اتابع الاجراءات واي خدمه او اي حاجه اقدر اقدمها بخصوص قانونيه الانتخابات او ما سيتم في الحزب ان شاء الله يوم 17. تمام. هو ما عندوش اي مانع.
استاذ محمد تشرفتني. ربنا يخليك، واتمنى ان انا اكون اتحت ليك فرصه تعبر عن كل وجهه النظر اللي حضرتك بتمثلها داخل الحزب. وانا بصفتي يعني مواطن قبل ما اكون اعلامي، اتمنى انه كل حزب انه يستقر، لان احنا مؤمنين ان مصر محتاجه حياه حزبيه قويه ايا كانت توجهاتها واختلافاتها. صحيح، انا النهارده لو بتكلم فعلا، لو بقول ان في حياه سياسيه، انعكاس مباشر ليها تعدديه الاحزاب. صحيح صحيح. شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. خلصت حلقتنا النهارده، بكره حلقه جديده من الحياه اليوم. مش بكره الجمعه، اشوفكم الساعه 6.